نحييكم مشاهدينا الأحباء من شاشة الفضائية الأرامية، ونبدأ الآن معكم حلقة جديدة من برنامج خدعوك فقالوا. تحياتنا لكل مشاهدينا أينما كانوا، من يتابعونا من كل قارة في العالم، سواء من الشرق الأوسط أو الأحباء في أستراليا إذا كانوا مستيقظين الآن، يسعدنا التواصل معكم. أيضا أحبائنا في شمال أمريكا وكل الأحباء في شمال أفريقيا، سعداء نلتقي معكم. كل متابعينا الآن على الفيسبوك ABN سات، نشكركم الآن لأنكم قمتم بعمل شير ومشاركة لكل الأصدقاء على القائمة حتى نكون كلنا مهتمين بهذا الحوار وهذا اللقاء. هذا الموضوع اليوم المثير للجدل خاصة من هم خارج الإيمان المسيحي. إخوتنا المسلمون يقولون أن لديكم نصا صريحا قاله المسيح بنفسه، والشاهد موجود في متى 10 عدد 34 حينما قال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، بل ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هذا الأمر يتعارض مع نص آخر قاله أيضا الرب يسوع المسيح في موضع آخر في إنجيل يوحنا 14 حينما قال: سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم. هذا التناقض وغيره من الأمور التي نضع أمامها علامات استفهام تحتاج إلى تفسير، وهل فعلا هذه الآية صعبة الفهم من قبل إخواتنا المسلمين؟ هذا هو ما سوف يجيب عليه الضيوف الكرام معنا في هذه الحلقة. بداية نرحب بالدكتور سيلا رحال، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور سيلا رحال، بنرحب بيه، سلام الرب ليك وشكرا جزيلا لوقتك، أهلا بيك. شكرا. وأيضا أرحب بأخي كريم الإيراني، أهلا وسهلا أخ كريم، مرحب بيك أخي كريم، ربي باركك. سلام عليكم، نوال الله في الكرام للسادة المشاهدين. أيضا يسعدنا أننا نرحب أيضا بالقس جورج حصني، أهلا وسهلا بك حضرة القسيس جورج، شكرا والرب يبارك حياتك. أتمنى أنه القس جورج حسني يكون سمعنا الآن. قس جورج أهلا بحضرتك، سلام الرب معك. طيب إلى أن بس يصل الصوت ونتأكد أنه سمعنا، إحنا نتشرف بوجوده وواثقين أنه هذه الحلقة حلقة مباركة. نهيب بس ننوه أنه كان مفروض ينضم إلينا أيضا في هذه الحلقة الأخ سامي تناغو، لكن إحنا بنصلي أنه ربي يرافقه في ظروف عاجلة طارئة وظروف في عملية جراحية. إحنا الآن بنتواصل مع مشاهدينا إنما كنتم، مرة تانية بنشكركم إنما كنتم بتتابعونا. أنا يسعدني الآن إن أنا أتوجه بأول سؤال إلى القس سيلا رحال، وبداية حضرة القسيس سيلا، النص واضح كما يعرف الكثيرون وهو من إنجيل متى أصحاح 10، وإخوتنا من هم خارج الإيمان يعرفون هذا الموضوع، يستشهدون بهذه الآية: لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. نص واضح صريح أن يسوع ما جاء للسلام. هل فعلا يسوع جاء ينادي للحرب ونحن نعلم كمسيحيين أنه رئيس السلام؟ تفضل. حقيقة نوال بشكرك على الامتياز والدعوة أنه يكون معكم اليوم، ومرة تانية حابب رحب الجميع، وحتى أقول كمان كل سنة وأنتم بخير، وصلاتي أنه الرب يعطي سلام للعالم، لأنه كثير من بلدان العالم بأيامنا وعلى مر التاريخ فقدت السلام. فسؤالك: هل كان مجيء المسيح للسلام أم للحرب؟ اللي بحب أقوله أخت نوال أنه مجيء المسيح وتعليم المسيح كان سلام للعالم أجمع،
فهو عاش بسلام، علم السلام، علم المحبة، علم الغفران، علم التواضع. فتعليم المسيح وحياة المسيح كانت تشهد للسلام. مش بس هيك، كمان الله شهد والملائكة شهدت بالسلام في قدوم المسيح، عند تجسد المسيح، عندما ولد المسيح في بيت لحم ظهر جمهور من الملائكة للرعاة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أيضا إذا بنرجع لكلمة الله والنبوات في العهد القديم، منشوف نبوة الله بيعطيها لشعبه في العهد القديم بسفر أشعياء النبي والإصحاح التاسع، بتقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، فهو الولد المولود وهذا التجسد، وهو الابن المعطى، الابن الأزلي الذي أعطي للبشر. مكتوب وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. فالمسيح ليس لم يأتي فقط بالسلام، لكن هو أيضا رئيس السلام. وأنا حابب أقول شيء كمان للمشاهدين الأعزاء، لو بيعيش العالم بتعليم المسيح، بحسب تعليم المسيح، السلام بيملك في العالم. واللي بيعرف الكتاب المقدس بيعرف إنه مجيء المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح هو ليصنع سلاما بين الله وبين الناس. مشان هيك بنقرأ هالكلمات، ولكن الرسول بولس كتبها لرسالة كورنثوس، لأهل كورنثوس في رسالته الثانية، بيحكي عن السلام الذي صار في المسيح. بقول ولكن الكل، بالإصحاح الخامس، ولكن الكل من الله الذي صالحنا، صار في مصالحة بين الله وبين الإنسان، الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. فالمسيح جاء بالسلام، المسيح هو رئيس السلام، والمسيح هو فقط يعطي السلام الحقيقي بين الله والإنسان، لأنه صالح الاثنين معهم في جسده. شكرا جزيلا لهذه الإجابة دكتور سيلا. لكن احنا بنقول لأحبائنا المشاهدين، إخواتنا المسلمين، أي شخص في أي عبارة بيقولها أي ضيف معنا، أرجوك أنك تكتب سؤالك وتحضره وتتصل بينا حينما تكون الخطوط مفتوحة، أو تكتب لنا من خلال الفيسبوك هذا السؤال. بنرحب بكم دائما أينما كنتم، سعداء أن نتواصل معكم. الآن الأخ كريم ربما يساعدنا، أخي كريم، في هذا الموضوع الشائك بالنسبة للإخوة المسلمين. أخ كريم، هذه الآية اللي إحنا بنبدأ بها وضعناها عنوان لهذه الحلقة، هل هذه الآية صعبة الفهم حينما يقول المسيح جئت لألقي سيفا؟ هل صعبة على إخوتنا المسلمين أنهم يفهموها، أنه جه يلقي سيف وليس سلام؟ نعم، شكرا نوال، وأهلا بالضيوف الكرام والسادة المشاهدين. كل الإصحاح اللي يتكلم فيه السيد المسيح، الإصحاح كله موجه، هذا الإصحاح للاضطهاد، للاضطهاد اللي يقبلون المسيح. الآيات واضحة جدا وصريحة. دائما الأحباء المسلمين لما نقرأ من يعني كتب الإسلامية يقول لك لازم ترجع للتفسير، ولكن هو المسلم لما يقرأ ما بعرف، يعني ممنوع عليه الرجوع للتفسير. لهذا السبب يعني المسلمين، هي ليس الآية صعبة، الآية واضحة، والآية نفسها شرحت نفسها، نفس الآيات اللي بعدها واللي قبلها، الكتاب المقدس يشرح نفسه. الكتاب المقدس لا يعتمد على ناس يشرحون الكتاب المقدس كما موجود عند أحباء المسلمين. ولكن أنا برى هذه الأمور يعني من أحبائنا المسلمين ومن كبار المسلمين، أنا برى شيوخ كبار من المسلمين يحاولون يعني بنص أو بنص آخر يقولون المسيح لم يأتي للسلام،
والعجيب هو في كتب الإسلامية في تفسير ابن كثير يقول كان دين عيسى كاملا للسلام. يعني هم نفس كتب الإسلامية تشهد أن الدين المسيح اللي هم يعتبرون دين، دين المسيح جاء بالسلام ولم يحمل سيفا. يعني كتب الإسلامية تقول هذا الشيء، ولكن المسلم يعني للأسف الشديد يناغض نفسه ويأتي للكتاب المقدس والآية واضحة وشرحت نفسها، والأحباء اللي موجودين معنا رجال اللهم تناولوا الكتاب المقدس. ولكن أنا بشوف يعني من أمور أخرى لما نشوف في سلايد رقم واحد آية قرآنية لما نتكلم بهذا الأمر، يعني سلايد رقم واحد في سورة الحجر والآية 85 يتكلم هنا يعني الوحي حسب ما مفهوم الإسلامي أو جبريل يتكلم على لسان محمد يقول له وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فأصفح للصفح الجميل. تفسير أحباء المسلمين من تفسير القرطبي يعني أقدم تفسير للمسلمين يقول في قوله فأصفح للصفح الجميل وقوله وأعرض عن المشركين، قال كان هذا قبل أن ينزل الجهاد، فلما أمر بالجهاد قاتلهم فقال أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة وبعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة. لما نوجه هذا السؤال لأحبان المسلمين نقول لهم بشهادة علماء المسلمين، كبار علماء المسلمين مثل الغرطبي والطبري وابن كثير، محمد يقول لم أتي بالسلام وبعثت بالحصاد، بالحصاد هو قطع الأطراف، يعني بعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة. فالمسلم للأسف يعني ما عنده رد، وسيرة الرسول محمد وسيرة يعني الصحابة الكرام اللي كما يعني موجودة في الكتب الإسلامية هي تشهد عكس ذلك. فالمسلم يعني يأتي يقول لك ليس فقط عندي، ليس فقط محمد جاء يلغي يعني سيف ويقتل الناس، وليس فقط الصحابة قتلوا بعضهم وقتلوا الناس الآخرين، كمان المسيح جاء يلغي سيفا وليس سلاما. فإن هذا الكلام موجود يذهب إلى إنجيل متى الإصحاح 10 الآية 34 يقول لك هذا الأمر، ولكن المسلم يقتطع الآية من سياقها وهو مش عايز يفهمها. الآية واضحة والآية مفهومة وتم الرد عليها في آيات كثيرة، ولنفسها يعني بدون ما يتم الرد اللي يقرأ الآيات من الكتاب المقدس، الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها واضح جدا. وإذا كان يعني المسيح يأتي بالسيف، من هم الذين ماتوا بسبب المسيح؟ صفر ولا واحد. من هم اللي ماتوا بسبب تلاميذ المسيح؟ صفر ولا واحد. فين السيف اللي حمله المسيح؟ لا يوجد سيف حمله المسيح. فهذا مردود عليه، ولكن أحباء المسلمين يحاولون يبررون يعني مواقف الإسلامية ومواقف رسول الإسلام وأعمال رسول الإسلام اللي عملها، فيطرقون شبهاتهم على الكتاب المقدس. ولكن بنعمة المسيح الكتاب المقدس واضح، والكتاب المقدس هو يشرح نفسه، وهذا ما نراه الآن في الدول الإسلامية يحاولون يلغون يعني شبهاتهم على الكتاب المقدس علشان يبعدون الأحباء الجدد اللي يأتون للكتاب المقدس. كثير من الناس يعني تأتي من الإسلام إلى المسيحية، والشيوخ يحاولون بهذا المحاولة وهي محاولة فاشلة جدا وتم الرد عليها، ونرد عليها دائما، ونحن مستعدين نجاوب على كل الأسئلة أحبائنا المسلمين. شكرا أخي كريم، الرب يباركك. سوف نعود لحضرتك مع المزيد من الأسئلة، وأيضا مع الدكتور سيلا وباقي الأحباء. أحبائنا المشاهدين، بالتأكيد لديك الكثير يدور بذهنك الآن، إذا تريد أنك تكتب تعليقك أو سؤالك أو تكتب رأيك في هذا الموضوع، تفتكر لماذا جاء المسيح؟ لماذا قال المسيح هذا الكلام؟ ربما أنت بداخلك فكر آخر، ربما تقول فعلا أنه لا، هذا نص صريح وواضح على أن المسيح يحرض هنا على حمل السيف. وربما تكون أيضا هناك نصوص أخرى سوف نتعرض إليها ونناقشها الآن. بنشجعكم أنكم تتصلوا في أي وقت، الخطوط هتكون مفتوحة أثناء الحوار مع الأحباء الضيوف، بنرحب بكم أينما كنتم. تعليقك، سؤالك، رأيك في هذا الموضوع، إذا كان هناك أي نوع من الالتباس في أي إجابة، الجميع الأحباء المشاركين من الضيوف بكل سرور أنهم يتواصلوا معك يردوا على سؤالك. ربي يبارككم، بنرحب بكم أينما كنتم. أنا مجددا أرحب بجناب القسيس القس جورج حسني مرة أخرى، أهلا وسهلا بك حضرتك حضرة القسيس، الرب يباركك، وسعداء تكون معنا في هذه الحلقة. طيب، يبدو أنه هناك بس شيء تقني مع القس جورج حسني.
هننتقل الآن إلى القس، إذا معنا القس جهاد كوبي، الرب يباركك. إذا سمعنا برحب بيه قس جهاد، ربي يباركك وسلام المسيح معك. أهلا وسهلا بيك قس جهاد، سلام الرب معك، ربي يباركك. ربي يباركك ويبارك كل المشاهدين الآن، وصلاتي أن الرب يتمم كلمته الحية لكل مشاهد على الأرامية الآن. أمين أمين. قس جهاد، خليني أمسك نفس النص اللي هو في إنجيل متى، أو يعني ما يليه من هذه العبارات، حينما يقول المسيح أنه يقوم الابن على أبيه، الابنة على أمها، الكنة على حماتها. هذا تحريض واضح على الانقسام داخل بيته. هو بيقول أنا في مكان آخر في لوقا 12 وعدد 51 بيقول: أتظنون أني جئت لأعطي سلام على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما. أليس هذا تحريض أن يكون انقسام داخل العائلة؟ تحريض على الكراهية، تحريض على التمرد ما بين أفراد الأسرة. بماذا ترد على هذا السؤال؟ أولا بشكرك أختوال على استضافتي للبرنامج اليوم، وصلاتي أيضا بالنسبة لكلمة الرب ما بتتغير. الرب يتكلم أنه كلمة الله إلى الأبد مثبتة في السماوات، فلذلك لا يمكن أن يكون هناك نقيض لكلمة الله في العهد القديم والعهد الجديد. فالإله الذي قال أكرم أباك وأمك، مع أنه هاي كانت أول وصية من الله تأتيها بوعد ليطل الرب أيامك على الأرض، فلا يمكن لله أن يأتي بهذا الكلام في العهد القديم وبالعهد الجديد يقول لا، أنت لازم تبغض أهلك وأمك وبيك. فمنطقيا لا يمكن لأي إنسان أن يصدق أن يكون هناك تناقض في كلمة الله. هاي نمرة واحد. نمرة اثنين، المفهوم عن كلمة الله من خلال الرب يسوع هو ليس مجرد يعني أنه يكون في بغضة أو كراهية أو انقسام، لكن الحقيقة المعلنة في كلمة الله أنه الحق نفسه يقسم. الحق يقسم ويقسم بين الخير والشر. لا يمكن لنا نحن أن نميز الخير من الشر إلا من خلال الحق. ولذلك عندما يتكلم الرب يسوع بقوله أنني لم آتي لألقي سلاما بل سيفا، السيف له مزايا كثيرة. السيف أولا عندما يشطر شيء يقسمه إلى قسمين، عن يساره وعن يمينه. فالسيف يعلن الانقسام أو الانشطار. والمسيح يتكلم أيضا بقوله أنه هناك عن يمينه يكون الخراف وعن يساره الجداء. وكلمة الله في العهد الجديد والعهد القديم هي إعلان من الله بأن الكلمة نفسها تميز بين أولاد الله وأولاد إبليس، أولاد الشيطان. ولذلك حتى أنه بالعهد الجديد بيقول كلمة الله حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين، فيمثل كلمة الله بالسيف، لأنه الذين يرفضون كلمة الله هؤلاء نفس الكلمة تفتك بهم، والذين يقبلون كلمة الله نفس الكلمة تحييهم. فلذلك إخنا وال والمشاهدين على الأرامية اليوم لابد لنا أن نكون على الأقل يقينين بأن الإله الذي جاء إلى هذا العالم ومات على الصليب وقام لم يأتي لكي يميت الإنسانية، ولكن أتى ليبيد إبليس. وهنا السيف الذي جاء به المسيح هو للفتك بالشر والشرير، وكل إنسان يتمادى بالشر والشرير هذا الإنسان كلمة الله تدينه. ولذلك لابد لنا أن ندرك أيضا بأن الكلمة التي هي من الأزل وإلى الأبد تحيي الإنسان الذي يقبلها، وذات الكلمة تميت الإنسان الذي يرفضها، وهذا هو المسيح. نعم، شكرا قس جهاد. سوف ربي باركك، هعود مع حضرتك لاستكمال المداخلة معنا الآن. يسمحوا لي الضيوف أنا أخذ اتصال من الأردن.
معنا الأخ رضا من الأردن. بنرحب بيك أخ رضا من الأردن، تفضل. تفضل. شكرا لك. أنا الحقيقة أنا الحقيقة سمعت كلام كثير من إخوان متدينين وشيوخ وبيقولوا عن نفسهم أنهم علماء بأشياء هي خلفيات بعيدة كل البعد عن إنسانيتنا الآن في هذا العصر. يعني يوم ما بتكلم الإنسان عن الشياطين يبدو أنه السؤال يعني الخط انقطع، ربما يعود يواصل الاتصال بينا، في مشكلة يظهر في الاتصال مع الأخ رضا من الأردن. لكن الآن إحنا بنشجع الأحباء المشاهدين، أهلا بكم أينما كنتم لأي سؤال لأي تعليق لأي استفسار، لو أي شيء فيه التباس في أي الإجابة. عموما الأخ رضا هنحاول نتواصل معاه مرة تانية حتى يستكمل سؤاله. طيب الآن أنا أحب أن أنا أتواصل مع هل الأخ رضا الآن جاهز؟ يبدو أنه ليس جاهز الآن. طيب الأحباء المشاهدين بنشجعكم أنكم تتصلوا معنا، الرب يبارككم، تعليقك مشاركتك على الفيسبوك بنرحب بكم أينما كنتم، الرب يبارككم. أيضا آرائكم هامة جدا بصدد هذا الموضوع. طيب معنا اتصال الآن، الأخ رضا عاد معنا مرة تانية. أوكي أنا ما بعرف لوين وصل الحديث بيني وبينكم بفضلي. أوكي حضرتك كنت بتقول هناك آراء والتباسات مختلفة بشأن هذا الأمر تريد تعرضها، تفضل. نعم يعني أنا بعتقد أنه أي شيء الإنسان الآن بحاول أنه يقيمه لنفسه على أساس أنه شيء خارجي بالنسبة للوسواس للشيطان للإبليس، هذه كلياتها إحنا أدوات إحنا اخترعناها، هي الأشياء في النفس البشرية. هو الإنسان يوم أنه بيكون بدون عمل بيصير الأشياء بنفسه تذكره في أمور إما شر أو خير. كمان بالنسبة للإله هو توجه الإنسان، لأنه بيدور الإنسان على جهة معينة على شيء معين، وهذا كان من السابقين يعني من 2000 سنة ومن 1700 سنة وإلى آخره. لذلك أنا بفكر أنه الإنسان يكون عقلاني ويكون هو عايش لخير الآخرين، لكن موضوع الموت والحياة للإنسان على ما يبدو أنه إحنا بنأخذ منحنى منعطف خارج الموضوع شوية. طب ممكن تفضل معانا؟ يبدو أنه هو بيتحدث عن العقلانية، فأنا أتوجه بالاحتياج للرد من الدكتور سيلا رحال لهذا الأمر. دكتور سيلا حضرتك تبعت الأخ رضا من الأردن وبيقول إحنا اللي اخترعنا ده، يعني يبدو أن هناك شوية يعني منأى بعيدة عن الإيمان، لا أعرف توجهه تحديدا الأخ رضا، لكن بيتحدث عن العقلانية. تفضل قس سيلا. يعني التعليم الرب يسوع واضح جدا أخت نوال، ومثل ما تفضلوا الأحبة أيضا، إذا بنقرأ المقطع وكلام الرب يسوع عن سبب مجيئه ونتيجة مجيئه الكلام واضح، ومجيء الرب يسوع وكلام الرب يسوع فعلا هو سماوي وليس أرضي. فإذا فعلا نحن بحاجة نفهم كلام الرب يسوع، لازم نحن بحاجة للروح القدس يفسر لنا كلمة الله. وأنا بشكر الله مشان أولاد الله المؤمنين وإخواتي الموجودين معنا اليوم على الحلقة اللي الله أعطاهم حتى يقدر نفسر كلام الله. وأنا حابب أتوجه لكل إنسان بغض النظر عن شو دينك أو شو كيف بأي دين تولدت أو أي دين درست، أنا صلاتي أنه أنت لما تقرأ كلمة الله أنه فعلا تصلي وقل له يا رب فسر لي فهمني كلامك، ما تستخدم عقلك، بمعنى ما تستخدم ذكاك
حتى تقدر تفهم كلمة الله، لكن اطلب الله حتى هو يفهمك كلامه. نحن مش عم نلغي العقل أبدا كلا، لكن ما فينا نستخدم حكمة إنسانية حكمة بشرية لحتى نفهم الروحيات. نحن بحاجة للروح القدس وهو عمل إلهي. شكرا دكتور سيلا، الرب يباركك. قس جورج حسني، برحب بحضرتك معنا، الرب يباركك، وأتمنى الآن أنك تكون سمعني بوضوح. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا بيك. طيب قس جورج، أنا بحاول أسمع حضرتك. هو أنا بس خليني أعرف حضرتك أنه الأخ رضا من الأردن هو لا يؤمن بوجود الله، بيقول اخترعنا أمور كثيرة، اخترعنا خرافات مثل وجود الشياطين، اخترعنا يعني أمور كثيرة إحنا من عندنا لا وجود لها في الواقع، ويجب أن نعيش بعقلانية. أنا أعتقد أن هناك الكثيرين من المشاهدين الآن لهم نفس الفكرة والتوجه مثل الأخ رضا من الأردن. أنا بشكر رب من أجل وجودك معنا رغم وجود صعوبات في البث. قس جورج، تفضل تفضل. طيب مع الأسف بس مش قادرين نسمع الصوت. على أي حال بنحاول نتغلب على هذه الصعوبات التقنية، وخليني أنتقل الآن إلى الأخ كريم. أخ كريم، وضحت في سؤال حضرتك السابق أنه كيفية، يعني إذا كان هذا السؤال صعب على إخواتنا المسلمين، لكن برأيك أنت من منظور هذا السؤال وطرحه طبعا من أخ مسلم أو أخت مسلمة، تتصور هل هذا أسلوب لفهم الكتاب المقدس أم مهاجمة الكتاب المقدس؟ تفضل. شكرا أخ نوال، ولكن بداية اسمحي لي أتكلم مع أخونا رضا، أخ المتصل من الأردن. أشكرك على اتصالك أخونا رضا، وهذا يعني أنت بغض النظر عن خلفيتك مهما كنت يعني تدعي عقلاني أو عقلانية، الكتاب المقدس يدعي للعقلانية. الكتاب المقدس يقول كونوا عقلاء كونوا عقلاء، فأنا ما بعرف تجيب العقلانية من خارج الكتاب المقدس وتدعي للعقلانية، فأنت حر في اختيارك، ونرحب بك دائما وأهلا وسهلا بك في قناة الآرامية. ولكن يعني أخونا رضا، أنا بسمع من الأحباء اللادينيين، أنا ما أحب كلمة الملحدين، اللادينيين يعني بحب دائما أسمع منهم يقول لك التجربة، لماذا ما تجرب المسيح؟ لم تختبر المسيح، أنت فقط غريت سطحيا. لما تختبر المسيح، المسيح قال جئت لتكون لكم الحياة ويكون لكم الأفضل. المسيح جاء بالحياة، جاء بالأفضل. كيف تفسر المسيح لحد الآن حي؟ تقول الحياة والموت شيء نسبي ونحن اخترعناه. كيف تفسر المسيح حي؟ حتى اللادينيين يعتبرون المسيح حي، والمسيح هو موجود ويأتي في آخر الزمان. ثلاثة ديانات مركزية اللي إذا بدك يعني تستحسب المسيحية مع الديانات، اليهودية والمسيحية والإسلام، منتظرين مجيء المسيح الثاني. المسيح أقام نفسه من بين الأموات وقال كما أنا حي تكونون أحياء. فأنت لم تختبر هذا الشيء، أنت غريت شيء سطحية وتدعي العقلانية وتبعد عن كلمة الله. ولكن مع كلمة الله، أنا كنت يعني بعيد عن الإيمان، ولكن مع كلمة الله تستطيع تختبر الله وتستطيع تختبر محبة الله. أنا أصلي من أجلك أخونا رضا، وأصلي أنك تفتح الكتاب المقدس وتقرأ بعقلانية كما يعني تدعي العقلانية، تقرأ بعقلانية وتقرأ النصوص وتشوف كلمة الله الموجهة لك. المسيح عايش معنا أخونا رضا، لا نستطيع ننكر هذا، نحن نلمس المسيح، عايش معنا، اختبرنا المسيح. فبعيد عن المسيح وتقول يعني ما تعرف المسيح وتقول هذا احنا اخترعناه، انت بالنسبه لك انت اخترعت، لم تختبره، لم تلمسه. شكرا اخي كريم. طيب هو الاخ رضا، عفوا للمقاطعه، هو سامعك وبيتابعك الان لانك بتوجه له السؤال ومنتظر، فخلينا نرجع مع الاخ رضا ثاني ومعنا على التليفون. تفضل الاخ رضا. طيب انا الحقيقه عندي مداخله مقنعة لأي إنسان. لو افترضنا أنه شخص مولود الآن، لكن بشكل أو بآخر استطعنا أن نضعه داخل كوخ
ولا يرى أي إنسان، ومدناه بالطعام والشراب بشكل أو بآخر طريقة أو بأخرى. أما خلينا على نفس الموضوع، وهذا الشخص كبر وصار عمره 20 عام، تمام؟ بعد 20 عام هل لو قلت له كلمة الله أو God أو أي بأي لغة كانت، أو 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 جبت له سيرة المسيح أو هذا، هل راح يفهم عليكي؟ هل راح يفهم شو عم تتكلمي؟ الناس أخذت من بعض، ونحن بنتكلم يوم ما بنتكلم على زمن ساحق، نتكلم على زمن قبل 2000 عام. لا نستطيع أن نقارن قبل 2000 عام بوقتنا الحاضر. وإذا يعني إذا جبنا موضوع معين وتكلمنا فيه على قبل فقط 100 سنة فقط، شوف الاختلافات اللي صارت من قبل 50 سنة. أخ جورج، خلي القس جورج حسني هو بيتابع حديثك الآن ووصلوا كل المداخلة، هيرد عليك، خليك معنا على الخط. قس جورج تفضل. تسمعوني الآن؟ معك الحمد لله. سمعيني؟ تمام. صوتي واضح؟ واضح. أخ رضا، بحب أقرأ لك شيء من الإنجيل، من الكتاب المقدس، كورنثوس الأولى الأصحاح الأول. عندك كتاب ممكن تتابعنا؟ في فقرة مسموعة يا أختي؟ مسموع، تفضل. تمام. في فقرة بكورنثوس الأولى، رسالة كتبها واحد من رسل المسيح اللي اسمه بولس، اللي هو من خلفية يونانية ويهودية بنفس الوقت، فعنده فهم للإيمان اليهودي والدين اليهودي بني إسرائيل، وبنفس الوقت هو دارس فلسفة اليونان والعلماء اللي كانوا موجودين قبل المسيح وفي خلال حياته، فهو فاهم قضية الروح والفكر، في فرق بين الروح والتفكير. الأخ رضا بيتكلم من منطق بشري، منطق جسدي، وأنا بوافق معه أنه ممكن واحد يربى في صحراء أو على جزيرة ما بيعرف شيء عن الله ولا بيعرف شيء عن المسيح ولا عنده كتاب مقدس، وبيجي شخص بيخبره بيقول له شيء عن المسيح، مش حيفهم ولا يعرف، وهذا شيء طبيعي لأن الإنسان خلفيته مهمة. لكن السؤال الأكبر هو كيف نكتشف الحق، كيف نكتشف إن كان الله موجود أو لا. في الآية أصحاح الأول والآية 21 بيقول، خلينا نبدأ من قبل، من 18: البشارة بالصليب جهالة عند الهالكين، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قدرة الله، فإنه قد كتب: سأبيد حكمة الحكماء وأزيل فهم الفهماء. يعني الله بحكمته يختلف عن حكمة البشرية، في حكمة ومنطق بشري وفي منطق إلهي، والله يبيد حكمة الحكماء البشريين في حكمة الإلهية. إذن أين الحكيم وأين الكاتب وأين المجادل في هذا الزمان؟ ألم يقلب الله حكمة هذا العالم جهالة؟ يعني يحول الله حكمة البشر إلى جهالة عن قصد، لأن الفرق بين حكمة الله وحكمة الإنسان فرق شاسع، ونحن بفكرنا المحدد الصغير لا نستطيع أن نفهم الأمور الروحية كما هي. فبما أن العالم في حكمة الله لم يعرف الله عن طريق الحكمة، فقد سرغ الله أن يخلص بجهالة البشارة الذين يؤمنون. هذه معقدة شوية، بس تفسيرها أنه الله اختار أن لا نكتشفه عن طريق المنطق بل عن طريق الروح. الأمور المنطقية، العلم، الفيزياء،
الحسابات الانجينيرين يعني علوم الماثماتكس والأخير، هذه بدها منطق. أما أن نفهم الله نفهمه بروح كما قال واحد من المتكلمين اليوم، فقد سرغ الله أن يخلص بجهالة البشارة. بجهالة ما معناها أن هي جاهلة، لكن الناس ممكن ينظروا لها أنها جهل، إذ أن اليهود يطلبون آيات واليونانيين يبحثون عن الحكمة، ولكننا نحن نبشر بالمسيح مصلوبا، مما يشكل عائقا عند اليهود وجهالة عند الأمم. يعني الإنسان الغير متدين ممكن يرى موت المسيح على الصليب جهالة، شو هذا، واحد مات من 2000 سنة، شو دخلي فيه أنا وكيف تأثيره علي؟ يظهر أنه هذه جهالة. إنسانيا معه حق الإنسان، وهذا شيء جاهل، كيف موت شخص يخلص بشرية كاملة ويعطيهم سلام ويعطيهم فرح وتغيير لحياتهم. لكن لما نسمح للروح الله يتكلم معنا من ناحية من الروح القدس أو من زاوية الروح القدس، سنفهم ويزداد فهمنا وحكمتنا البشرية حتى. وأما عند المدعوين، مدعوين يعني الله دعاهم، فأخرض الله بيدعيك الآن أنك شوية تخفف المنطق البشري وترفع منطق الإلهي. أمين. شكرا جزيلا لهذه الجملة الأخيرة قس جورج، ربي باركك. وإحنا موضوعنا نعود بمرة تانية، نحب نرحب بالأخ رضا، لكن لو هو عنده أي سؤال في موضوعنا الأساسي اليوم، خدعوك فقالوا أن المسيح جاء ليلقي سيفا، هذا موضوع حلقتنا اليوم مع ضيوفنا الكرام دكتور سيلا رحال، أخ كريم الإيراني، القس جورج، القس جهاد. نتمنى أنه الأسئلة تكون في هذا المحور، التعليقات في هذا المحور، اتصالاتكم معنا دائما بتسعدنا أينما كنتم في أي مكان، تتواصلوا معنا، تعليقاتكم، أراءكم، لماذا، هل فعلا جاء المسيح ليحرض على الحرب؟ هل فعلا جاء المسيح ليحرض على الانقسام؟ هل فعلا جاء هناك تناقض ما بين أنه يقول جئت لألقي لا لألقي سلاما، وفي موضع آخر بيقول سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم؟ لماذا كل هذا التناقض؟ كيف لإله المحبة أن يقول في مواضع أنا إله محب وفي موضع آخر يظهر غير ذلك، أو يبدو إلى الأحباء المسلمين أنه من خلال آيات وشواهد في الكتاب المقدس يبدو غير ذلك؟ اتصالاتكم هامة، نرحب بكم أينما كنتم، اتصلوا بنا الآن أحبائنا المشاهدين، بنرحب بكم أينما كنتم. وهنعود لاستكمال ونواصل هذا الموضوع من برنامجكم اليوم خدعوك فقالوا لك أن المسيح جاء ليلقي سيفا. فاصل قصير جدا ونعود مع الضيوف الكرام ومع حضراتكم، ابقوا معنا. لماذا لا يوافق شيوخ الإسلام بفصل الدين عن الدولة؟ هل سيستمر قتل المرتد عن الإسلام؟ هل من الممكن إصلاح الإسلام وحذف بعض التعاليم المخالفة لحقوق الإنسان؟ أم هي نصوص مقدسة ممنوع الاقتراب منها؟ حقوق الإنسان في حرية اختيار الدين، هذا هو عنوان أولى حلقات البرنامج الجديد ما بين الشريعة والنعمة، وذلك يوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير كانون الثاني في تمام 12 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق. ضيف الحلقة غيث التميمي، رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع، وأيضاً الدكتور باسم غوريال والقس جهاد كوبي. البرنامج من إعداد وتقديم كريم الإيراني. للمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالرقم 248-416-1300 أو زيارة موقعنا ABM.sat. عزيزي المشاهد، بين يديك الآن تطبيق الآرامية في ثوبه الجديد لتشاهد جميع قنوات شبكة البث الآرامي بلغاتها وقنواتها المتعددة. يمكنك أن تقوم بتحميل التطبيق الجديد ABN.sat.
ستجد أمامك مجموعات مختلفة متنوعة للقنوات: مجموعة القنوات الإنجليزية ب 18 قناة، مجموعة القنوات العربية ذات 31 قناة، 5 قنوات للتسبيح والترنيم، 5 قنوات للتلمذة. نصلي أن يكون هذا العمل سبب بركة لحياة الكثيرين. من جديد بنعود مع حضراتكم أحبائنا المشاهدين، وهذه الحلقة من برنامجكم خدعوك فقالوا، وعنوان الحلقة خدعوك فقالوا أن المسيح جاء ليلقي سيفا. بنشجعكم اتصلوا بينا الآن، الرب يبارككم. تعليقك وسؤالك هام بشأن هذا الموضوع المثير للجدل. الرب يبارككم، بنشكركم أنكم بتبقوا معنا في هذا الموضوع أينما كنتم. اتصلوا بينا سواء من أستراليا، من شمال أمريكا، أو على الفيسبوك اكتب سؤالك، هيوصل لنا ونوصله للأحباء الضيوف معنا في هذه الحلقة. معنا الآن اتصال معنا أبو وسام من العراق. أبو وسام أهلا وسهلا، تفضل. نعم نعم، سلامي على محركة العقول الأرامية وضيوفها الكرام، وسلامي على الأخت نوال. أعزائي، من منطلق هذا القول: حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. أحبائي، من يتغنى بالحروب لا بد وأن يمتلك سيفا، ومن يخوض المعارك لا بد وأن يتغنى بالنصر. قرأت كل الأناجيل ولم أجد حادثة لمعركة كان فيها عدد القتلى، ومع أي القبيلتين حدثت المعركة. لم أجد غير المحبة والسلام، ولا أجد أي غزوة قادها السيد المسيح. وسؤالي: ما هي المعارك التي قادها السيد المسيح، وهل التاريخ وثق واحدة منها؟ أبو وسام من العراق، وشكرا. شكرا أخونا أبو وسام لهذا السؤال وهذا التعليق، ونرحب دائما بكل أحبائنا المشاهدين وبأسئلتهم. وأنتقل الآن مرة أخرى إلى الدكتور سيلا إذا كان له تعليق على تعقيب أبو وسام اتصاله. تفضل دكتور سيلا، لكن نحتاج أيضا إلى تعليق عن معنى كلمة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. دكتور سيلا تفضل. دكتور سيلا، يبدو أن إحنا الصوت بس، خليك معايا دكتور سيلا لحظة واحدة. عفوا، يعني هذا هو السؤال الذي ننتظر إجابته من الدكتور سيلا: ما معنى جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ ربما حتى يعني هذا العطل البسيط يعني يعود إلى نصابه مرة تانية، ونعود مع الدكتور سيلا. خليني أتوجه الآن إلى الأخ كريم الإيراني. أخي كريم، ربي باركك. أخي كريم، رب أهلا بيك. أعود معك بهذا السؤال، لأننا لم نجب على السؤال السابق، كنت بتتحاور مع الأخ رضا، لكن خلينا نعيد على حضرتك مرة تانية أخ كريم هذا السؤال: هل هذا النقد لهذه الكلمة وهذه الآية حينما يطرحها إخواتنا المسلمين، هل هذا أسلوب فهم الكتاب المقدس أم مهاجمة الكتاب المقدس؟ تفضل. للأسف الشديد أحبائنا المسلمين ينظرون إلى الكتاب المقدس ككتاب إسلامي، أو يأخذون الموروث الإسلامي ويطلقونه على الكتاب المقدس. لهذا السبب المسلم يعني فهمه قصير بالكتاب المقدس. وأنا دائما أوصي أحبائنا المسلمين لما تقرأ الكتاب المقدس تخلى من الموروثات، وتأخذ الكتاب المقدس ككتاب جديد تقرأ فيه لكي تفتهم كلمة الله من خلال الكتاب المقدس. ولكن أحبائنا المسلمين لما يقرون نص من الكتاب المقدس يقتطعون النص كما تقتطع الآيات اللي في القرآن. القرآن آياته ما فيها تناسب، كل آية الآية اللي بعدها تتكلم في شطر ثاني. مثلا آيات كثيرة لما أذكر من القرآن مثل سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما تأتي الآية اللي بعدها: وآتينا بني إسرائيل الموعظة والحسنة والآخر الكلام.
لا يتكلم عن بني إسرائيل، الأولى يقولون هي تتكلم عن محمد اللي الله أسرى به إلى السماء، وهذا الكلام. فالآيات مقتطعة أو الآيات غير متناسقة، ففهم الكتاب المقدس يختلف. لما تأتي للكتاب المقدس لازم تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ النص اللي قبله، النص اللي بعده، لكي تفهم كلمة الله اللي يوصل لك. أحبائنا المسلمين يتعاملون مع الكتاب المقدس كأن هناك سبب نزول، كما موجود في الأحاديث والآيات، هناك سبب نزول وهذه الآية نزلت في السبب الفلاني. فلهذا السبب هذا ليس فهم الكتاب المقدس. فهم الكتاب المقدس إنك تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الأصحاح بالكامل، وبعدين تحكم على الأصحاح. الأصحاح اللي يتكلم في إنجيل متى والأصحاح العاشر، كل الأصحاح يتكلم على الضهاد، الضهاد المؤمنين، والسيف اللي يشير إليه المسيح هو على رقبة المؤمن وليس بإيد المؤمن، لأن السيد المسيح قال ما جئت لألغي سلاما بل سيفا. إذا أنت غير مؤمن بالمسيح وآمنت بالمسيح من خلفية أخرى مهما كانت خلفيتك، أهلك ما يكون معاهم سلام، وهذا اللي حصل في حياتنا وحياة العابرين كثير. أهلهم يطردونهم ويعملونهم مشاكل ويطلعونهم من بيتهم وتنحصل انقسامات. فالسيد المسيح يتنبأ عن هذا الوقت، يقول أنت مع أهلك ومع عائلتك ومع مجتمعك مع منطقتك لا يكون لك سلام، لأنك أنت آمنت بالسلام والناس عاشت بالظلمة. والسيد المسيح قال جاء النور إلى العالم والناس فضلت أن تعيش بالظلمة، فلا ينجمع النور مع الظلمة، لا تستطيع تعيش معهم وينحصل انقسام. ولكن فهم الكتاب المقدس واضح. أحبائنا المسلمين ينظرون الكتاب المقدس كنصوص إسلامية، وهذا خطأ جدا، ولا يستطيعون يوصلون إلى حقيقة. فأنا رسالتي لأحبائي المسلمين، لما تقرأ الكتاب المقدس تخلى من كل الموروثات. لم أقول لك أؤمن بالكتاب المقدس، أقرأ الكتاب المقدس للاستطلاع، للفهم، للمعرفة. ابعد عن كل الموروثات واقرأ ككتاب جديد، وشوف الله كيف يتعامل معك من خلال الكتاب المقدس. ففهم الكتاب المقدس بإطار إسلامي هذا خطأ جدا، وهذا لا يليق بالكتاب المقدس. شكرا، شكرا أخي كريم، ربي باركك. أنا هاخد الآن عدة اتصالات، وخطوطنا مفتوحة الآن، بنرحب بكم أينما كنتم. الخطوط مفتوحة والتعليقات متاحة في أي مكان تقدروا توصلوا بالتعليق. اتصلوا بينا الآن، الأرقام دائما على الشاشة. معنا من المغرب خالد، بنرحب بك أخونا خالد، تفضل. تفضل أخي خالد. السلام عليكم. مرحب بك. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. بصراحة أنا عندي مسألة، إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أتناقش معك في الموضوع اللي حضرتكم أول شيء حضرتكم يعني تطرحون يعني موضوعا جميل. تقولون في نفس خالد معلش، هناك في الكلام الصوت غير واضح، الجملة لو سمحت عيد بس ببطء شوية عشان نقدر نفسر الكلام، في صعوبة. تفضل. طيب هنعود مع حضرتك تاني أخ خالد، تقدر ترجع تتصل بينا تاني. ناخد من أمريكا اتصال، أم ساندي، بنرحب بيكي أم ساندي، أهلا وسهلا، رحب بيكي. سلام نعم، سلام المسيح معاكم. سلام المسيح معك، تفضلي، اهلا بك. ايه انا صار لي حقيقه ختمها اكثر من سنتين ما عندي اراميه، واليوم انا كلش فرحانه وسعيده اسمع صوتكم صوت الاخوه. انا سمعي. نعم انا مو يعني سؤالي يعني صار لهم الاخوان المسلمين سنين بيسالون نفس السؤال، يعني نوضح لهم في كل قناة بأن المسيح ليس عنده لا سيف يعني يقطع الرقاب ولا شيء، وهي هي بس كلمة اللي عادوه واللي شزمه، فما يعني ماذا أعرف ليش ماذا يقنعون هو بالقرآن هم يعني المسيح ما حمل لا سيف، لأنه كان يعني هم يقولون نبي السلام، يعني لماذا لا يقنعون ويسألون نفس السؤال، يعني ما مدى أعرف يعني ليش. شكرا ليكي أختنا أم ساندي، ربي بارك حياتك، سعداء بتتواصلي معنا مرة تانية إنك بتشوفي الأرامية، تواصلي معنا باستمرار وفي أي مشكلة ربي باركك. خطوطنا مفتوحة الآن أحبائنا المشاهدين، تليفوناتنا متاحة، بنرحب بكم أينما كنتم، سعداء نتواصل معكم. معنا من الأردن الآن، أخد الأخ ماجد من الأردن، بنرحب بيك أخي ماجد، اتفضل، أهلا وسهلا. مساء الخير أخت نوال.
يا مساء الخير. مساء الخير لضيوفك الكرام. يا ستي أنا مع احترامي لي رسالة بسيطة جدا قبل كل شيء، شايفة الذي اتصل من الأردن، شايفة لكل واحد لا يؤمن بوجود الله، وأقول أنا بقولهم إذا ما كان يؤمن بوجود الله فعليه أن يختار مكان يعيش فيه خارج ملك الله. أوكي. أيوة. أوكي. أنا دون مؤاخبة شايفة أنتوا قرأتوا لي من الإنجيل متى الإصحاح العاشر. نعم. فأنا أطلب من الأخ كريم أن يقرأ لي من إنجيل لوقا إصحاح 12. لماذا يختلف النص الحرفي بيناتهم؟ وماذا يقصد في كلمة جئت لألقي نارا على الأرض؟ وكم أتمنى أن تكون اشتعلت، وهذه تمني، علما بأنه مع احترامي لكم أنا كمسلم أؤمن بجميع الأنبياء وما في نبي أو رسول من رب العالمين جاء للشر، فإنما جاء للخير، والإيمان بوحدانية الله فقط، والإيمان بالوحدانية هي رسالة خير وليست رسالة شر وليست رسالة حروب. وكافة الأديان كانت في موقع الدفاع عن النفس وليس الاعتداء، إن كان مسلم أو المسيح أو اليهودي اللي اتبع سيدنا موسى واللي اتبع المسيح عليه السلام واللي اتبع محمد حق اتباع. وأنا لا أقصد الفهم الحالي إن كان للقرآن أو الإنجيل أو العهد القديم التوراة. طيب بنشكر أخونا ماجد من الأردن، هيردوا عليك الضيوف الكرام. ناخد الآن الأخ خالد من المغرب، عاد معنا مرة أخرى. أخ خالد اتفضل. اهلا بيك. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. معاك ان شاء الله. تفضل. طيب بصراحه اول شيء يعني انا بصراحه احب نص في لوقا 6:41 الذي يقول لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك واما الخشبه التي في عينك فلا تفطن لها. بصراحه انا سمعت الاساتذه الكرام كانوا يتحدثون ويقولون ان المسلمين اصلا لا يفهمون النصوص وهم يقتطعون ولا يقرؤون السياق، علما أننا نحن لو قرأنا السياق الذي فيه لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، يعني سياق الآية أصلا يداعم كلامنا، يقول فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حمتها. يعني مثلا الآن لو كانت الأم غير مسيحية مثلا أو الأب، ما هذا الذي نقول به؟ يعني أصلا لا يحب مثل هذه الأمور. حتى جاء في نص آخر في لوقا يقول إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه ومرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يعني إذا أردت أن تكون تلميذا للمسيح فيجب أن تبغض الأب والأم، والبغض هو شدة الكراهية. وعندنا نصوص كثيرة تدل على ذلك، زي مثلا ما جاء في رسالة يوحنا الرسول الأولى، عفوا الرسول الثاني الإصحاح الأول العدد 9:10 يقول مثلا كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، يعني ليس مسيحيا، ماذا يقول؟ فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام. لماذا؟ يقول لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. فلماذا أنا أنظر إلى غير ديانتي، أو لماذا أنتم تنظرون إلى غير ديانة المسيح وتنسون المسيحية فيها وفي الأمور الكثير؟ يعني أتمنى وقبل يعني وأختم بهذا الكلام، أنا كنت قرأت على مسألة جون ويكليف، هو كان يعني واحد مسيحي ترجم الكتاب المقدس إلى الإنجليزية، فحكمت عليه الكنيسة هذا في القرون الوسطى بأن يحرق، وأنا لا أدري لماذا. تفضل. طيب بداية هنبدأ يعني السادة ضيوف هيردوا، هنبدأ الأخ مع الدكتور سيلا الآن معنا عاد مرة أخرى. تفضل دكتور سيلا للرد على أخونا خالد. إن شاء الله يكون الصوت
واضح؟ تمام. شكرا. أنا انقطع فترة الاتصال فبتأسف ما سمعت كل الاتصالات، وأنا بشكرك أخت نوال. منه سهل تديري حلقة مع كثير ضيوف وكمان مع متصلين ويكون في أوقات صعوبات بالاتصالات، لكن أنا حابب أشكر إخواتي اللي اتصلوا، ماجد ورضا وأبو وسام إذا ذكرت الاسم مزبوط. يا أحبة أنتوا، أنا بشكركم على الاتصال، لكن فعلا بحاجة مثل ما قالوا إخواتي نتطلع على النص. المسيح لم يحرض ولم يعلم البغض، ولم يعلم ولا جاء لا يحمل سيفا ولا شجع على حمل السيف، وحتى كل حياته لم يحمل سيف مثل ما قال أخوي اللي اتصل من العراق، ولم يصنع حروبا ولا يعلم، بل العكس حقيقة. لما يعلم أتباعه على حمل السيف، بل بالعكس علمهم أن يحبوا أعداءهم، أن يباركوا لاعنيهم، أن يحسنوا إلى مبغضيهم، وأن يصلوا لأجل الذين يسيئون إليهم. هذا تعليم المسيح. السيف الذي تكلم عنه المسيح هو ليس السيف الذي يحمله المسيحي، لكنه هو السيف الذي يحمل على المسيحي. هذا هو كلام المسيح. إذا نطلع يا أحبة بإنجيل متى ابتداء من الإصحاح العاشر، نفس الإصحاح اللي نحن عم نقرأ فيه بعدد 16، وهذا سياق الكلام. المسيح بيقول: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. حيأتي عليك سيف خيي لما بتتبع المسيح. هذا هو السيف الذي سيلقى عليك كونك اتبعت المسيح. وأنا حابب أقول يا أحبة، المسيح لم يمت أحد، ما قتل حدا ولم يمت أحد، لكن العكس، المسيح أعطى الحياة للأموات، والاتباع المسيح يعطيك حياة أبدية. لكن الذين اتبعوا المسيح عانوا من السيف، والذين اتبعوا المسيح ضرب السيف رقابهم ابتداء من يوحنا المعمدان، والمسيح صلب، واستفانوس رجم، ويعقوب التلميذ ابن زبدي قطع رأسه بالسيف، والمؤمنين الذين عاشوا على مدى العصور نالوا السيف. فمجيء المسيح واتباع المسيح، هناك سيف سيلقى على الذين يتبعون المسيح، لكن أتباع المسيح لا يحملون السيف، لكن يحملون المحبة، ويحملون الغفران، ويحملون السلام مثل ما علمنا رئيس السلام. فجاء ليلقي سيفا، لكن لم يقل جئت أحمل سيفا، لم يحمل سيفا ولم يعلم حمل السيف، لكنه اتباع المسيح يلقي سيفا بينك ويفصلك عن الآخرين، يميزك عن الآخرين، والآخرين سيقومون ضدك. وهذا الفصل الذي كلم عنه المسيح. وبصلي مشان كل شخص مسلم، خيي أرجوك اطلع بنفس الإصحاح، ما تقرأ كل الإنجيل مع أنه لازم تقرأ، لكن اقرأ بس فقط هالإصحاح اللي وردت فيها الآية لكي تفهمها وما قصد المسيح بالسيف الذي سيأتي عليك عندما تتبع المسيح. ترسيلة أخي كريم، أعود إلى حضرتك للرد على مداخلة الأخ خالد. تفضل أخ كريم، ربي باركك، إحنا معاك. شكراً أختنا. إذا تسمحي لي أرد على ماجد قبل لا أرد على أخ خالد، لأن ماجد وجه السؤال لي وقال جاءت الأنبياء كلهم رحمة للعالمين، وجاءوا الأنبياء من قبل الله ليلغون المحبة بين الناس، هو جمع بين الأنبياء وبعدين نهى كلامه بمحمد وقال كما صلى الله عليه وسلم. طيب يا ريت أخونا ماجد يتابعنا، ويا ريت مرة ثانية يتصل بينا ويردنا على هذه الآية اللي موجودة، هي في سلايد رقم 2 في سورة آل عمران الآية 83.
هنا تهديد واضح للمسلمين، وحسب ما يقول المفسرين نحن لا نفسر كتاب المسلمين من أنفسنا كما عمل أخ خالد، يقول النص واضح، واضح بتفسيرك أنت أو بتفسير المسيحيين، أنت لم تقرأ أي تفسير مسيحي ولا تعرف أي واحد مفسر مسيحي، ولا غريت ولا جبت نص من مفسرين كي يفهمونك الكتاب، ولكن أنت قلت النص واضح. نحن لا نقول نصوص القرآن واضحة، ولكن نقول غالت علماء المسلمين، يعني علماء المسلمين الكبار اجتمعوا واتفقوا على الرأي أنه هذا هو هذا ما جاء به القرآن. سورة آل عمران الآية 83 يقول أفغير دين الله يبغون، هنا تهديد، في ناس تريد تعبد غير الله، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، طوعا وكرها أو بالغوة أو بالموعظة الحسنة، يعني تؤمن تؤمن ما تؤمن يقطعوا الرأس. هذا ما يقوله تفسير الغرطبي. تفسير الغرطبي يقول في قوله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال الملائكة أطاعوا في السماء والأنصار وعبد الغيث في الأرض، وقال عليه السلام يستشهد بقول محمد، وقال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف، وأسلم الناس من خوف السيف. كيف تقول على هذا الشخص أنه نبي رحمة يا أخونا ماجد؟ كيف تقول الأنبياء أتوا رحمة وتختم كلامك بمحمد وهو نفسه يقول الناس أسلمت من خوف السيف، وقال جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال أيضا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، إن غالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. كيف تنظر إلى هذه الأمور وتشوف المسيح اللي عندك موجود بالقرآن، عيسى اللي أنت يعني تسمي عيسى موجود، آية قرآنية تقول من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا كما قتل الناس جميعا، ومحمد بشهادة القرآن ومفسرين المسلمين قتل أنفس كثيرين مثل عصماء مثل أم غرفة مثل كعب بن الأشرف اللي ماتوا بإيد محمد شخصيا، والمسيح أغام الناس الأموات من بين الأموات وأعطاهم حياة. هل المسيح أحياهم جميعا ومحمد قتلهم جميعا حسب ما يقول القرآن؟ فياريت تردنا على هذه الآيات. محمد لم يأتي بالسلام وهو غال عن نفسه، جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل العار والصغار من خالف أمري، لخالف أمر محمد يموت. شكرا. وماتت ناس كثيرة بسبب محمد. شكرا جزيلا أخي كريم، ربي يباركك. أنا أعود معك. أنتقل إلى ضيفنا العزيز القس جورج حسني. قس جورج يبدو أنه يعني صار معلش انفصال معاه، انقطاع، هنعود لحضرتك مرة ثانية. لكن الأخ القس جهاد، قس جهاد كوبي ربي باركك، معك نتواصل ونعطيك الميكروفون، لأنه أخونا خالد أيضا قال لماذا لا يفهم معنى كلمة جئت لألقي نارا، فإذا تحب تعلق ترد على الأخ خالد، أو إذا كان ليك تعليق أيضا على الأخ ماجد في عجالة تفضل. نعم نوال، الحقيقة أنه كثير من الناس بينخدعوا في بعض الأحيان لما يقتصوا نص من كتاب مقدس ويبنوا عليه عقيدة. يعني كثير من الأحبة المسلمين بيقولوا المسيح قال عن نفسه أنه إنسان وبالتالي هو لا يمكن أن يكون الله وبيبنوا عقيدة عليها، لكن نصف الحق هو بالحقيقة باطل، لا يمكن أن يستند الحق على نصف الحقيقة. فإذا أردنا أن نحكم على كلام المسيح وأقوال المسيح في الكتاب المقدس لابد أن نزيل كل أقوال المسيح وبالتالي نأتي بالحق المعلن على فم المسيح نفسه. فالمسيح الذي قال لم آتي لألقي سلاما بل سيفا تكلم أيضا في يوحنا 10 وقال أتيت ليكون لهم حياة ولتكون لهم أفضل، ونفس المسيح اللي قال من لم يكذب أباه وأمه تكلم أيضا وقال عندما جاءه الإنسان يسأله عن أعظم وصية بالناموس قال أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من قدرتك وأيضا أن تحب قريبك كنفسك. فإذا كيف يمكن أنا أن أحب قريبي كنفسي إذا أنا بكره نفسي؟ فإذا لابد الإنسان العاقل أن يستدرك على أقوال المسيح بأنه إعلان أقوال المسيح فيها حكمي للقارئ. فلا يمكن الإنسان أن يقول أن المسيح عم بيعلم الكراهية بنفس الوقت يقول من يحب فقد ولد من الله لأن الله محبة. فهذا هنا الإنسان المسلم وغير المسلم
الذي يقرأ في التوراة والإنجيل عليه أن يأخذ في صميم القراءة كل ما ورد في الكتاب المقدس، لأننا لا نحكم على آية واحدة نستأصلها من الكتاب المقدس ونبنى عليها عقيدة. فلا يمكن لنا أن نحن حتى المؤمنين بالكتاب المقدس لا نأتي لندافع عن الكتاب المقدس بشبهات من الأحبة المسلمين، لكن نريد أن نستوضح هذه الأمور على ضوء كلمة الله. فلذلك السيف الذي يتهم بعض المسلمين على المسيح لأنه جاء ليلقيه هو سيف الكلمة، فالكلمة هي التي تحيي وهي التي تميت. الكلمة هي التي تعطي يعني مثلا بيجي شخص عند إنسان بيشبعه بكلمة، شو بيجيبه؟ بيقول له أنت تلتني بكلمتك، صح ولا لا؟ والكتاب المقدس بيقول كلمة في مكانها في محلها هي حياة وخبر صار من بلد مفرح. فلا يمكن لنا أن نأخذ الآية هاي واحدة ونبني عليها عقيدة، لأن هذا الكلام لا يستقيم. يعني مثلا لو جيت أنا لأخ مسلم وقلت له الإسلام يعلم عدم الصلاة، مستشهد بآية بيقول لا تقرب الصلاة، وبس بيقبلها مني الأخ المسلم؟ أنا استشهد بنص الآية وقول الإسلام لا يعلم الصلاة بقوله لا تقرب الصلاة؟ قال لي طبعا لا بدنا نكمل الآية. طب كيف بتحكم علي انا شخصيا اني انا عم بقرا نص الآية وانت لك كل الحق تاخذ كلمة واحدة من المسيح وتبني علي عقيدة؟ يعني شكرا جزيلا، ربي يباركك. شكرا أخ جهاد، ربي يباركك، وهنعود معك مرة أخرى. خلينا نرجع تاني مع أخونا خالد، مازال معنا على التليفون. هل لديك أي استفسار مرة تانية أخ خالد؟ هل الإجابة ليست واضحة لديك؟ لا، أنا عندي تعقيب على الكلام اللي أنا سمعته، يعني فأرجو إن شاء الله تديني بس الفرصة. يعني بص بقى، أولا يعني أنا لما قرأت في إنجيل متى تمام للمسيح عليه السلام يقول فقال له يسوع للثعالب أوجرا ولطيور السماء وكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وهذا الكلام ردا على الذي قال هل المسيح حمل سيفا، هل المسيح قاتل. أنا أقول لك بالله عليك، المسيح عليه السلام لم يكن له جيش، هو كان له 12 تلميذا، فحيقاتل مين ولا مين؟ يعني حيقاتل دولة الرومان اللي لها جيوش جرارة؟ أنت يعني تقارن هذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان له جيش لا يقهر يعني، وكانت له دولة وكان رئيس دولة؟ تقارن هذا بالمسيح الذي كان عنده 12 واحد؟ أنا حقول لك، أنت تعرف أن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، أنتم تعتقدون أن المسيح إله، فبالتالي هو الذي تكلم في الكتاب المقدس. أنت طبعا قرأت العهد القديم ورأيت أوامر القتل فيها، زي مثلا لما بيقول في العدد في سفر العدد 31:17 فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوا. يا الفكرة وصلت أخ خالد. الأخ كريم الإيراني هيرد على هذا التعقيب الأخير. أخي كريم تفضل، تفضل الرد، ربي يبارك. شكرا لك أخت نوال. أخونا خالد هو للأسف ما قرأ الكتاب المقدس ولا يعرف شيء عن الكتاب المقدس. يقول المسيح عنده 12 تلميذ، لماذا ما تقرأ معجزة المسيح؟ أعطى 5000 شخص آمنوا به، أعطاهم خبز وسمك، وهي اللي تكررت في الأربع أناجيل. فالمسيح كان عنده شعب كتير وقالوا له أنت ملك اليهود، خلوا على رأس المسيح تاج وقالوا له أنت ملك اليهود، ولكن قال المسيح له كل المجد مملكتي ليس من هذا العالم، ما جئت لقتال الناس وجئت ألغي سيف وأقاتل الناس، هذا ما قاله المسيح. ولكن أنت لم تقرأ، المسيح كان عنده 12 تلميذا. طيب 12 تلميذا بماذا وصاهم المسيح؟ ارجع سيفك إلى مكانه، من يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون، هذا اللي قاله المسيح. قال خذوا الكتاب المقدس وانشروه في الخليقة كلها، اللي يقبل الكتاب مرحبا بي، اللي ما يقبل الكتاب اخرج من المدينة سالمين غانمين. المسيح لم يحرض على السيف، ولكن محمد يعني أشرت إلى محمد وقلت النبي محمد هو غائد دولة وغائد يعني هو ديني ودولة، هو ديني ودولة وهذه معروفة عند المسلمين. ومحمد هو جاء للقتال وجاء قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وقال أمرت أن أقاتل الناس وجاء لقتال الناس، ولكن المسيح جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا الأفضل، هذا ما قاله المسيح. ولكن المسيح آمنت الآن اتباع المسيح 3 مليار مسيح الآن، مين اللي الآن يختل باسم المسيح؟
صفر ولا واحد، ولا يوجد شخص واحد قتل باسم المسيح. من يقتل باسم محمد في جميع الدول، مسلمين وغير مسلمين، اللي دعس ناس مسلم، اللي قتل مسلم، اللي فجر نفسه مسلم، اللي ما بقى كلها مسلمين، جميعها مسلمين. ليه؟ لأن محمد جاء بالسيف وجاء بالقتال، المسيح لم يأتي لا بالسيف ولا بالقتال. واتباع المسيح الآن يعيشون بخير والسلام، واتباع محمد هم يفجرون أنفسهم. فراجع أمرك أخونا خالد قبل لا يعني تفسر الكتاب المقدس من نفسك. ولكن الحروب اللي في العهد القديم اللي ذكرتها أنت لم تقرأها، أنت تقرأ النبوة وتقول غال الله، الله لم يقل بهذا الشيء، هذه غال النبوة، النبوات خلطتها بالأمر علشان تفهم. الله يحذر الناس، إذا بعدتوا عن الله يأتي الشرير يقول اقتلوا الأطفال، اقتلوا الحوامل، اقتلوا النساء، لا تبعدون عن الله. يعني كما الآن يقول لي لا تبعد عن الله، إذا بعدت عن الله يأتي داعش ويقتلك، هذا تحذير، فلازم تفهم التحذير عن النص الكتابي. أهلا بك أخونا خالد. شكرا أخي كريم. خلينا نأخذ الآن اتصال من أخونا عدي. أخونا عدي من العراق، تفضل. السلام عليكم ست نوال، وتحياتي وإلى ضيوف الأكارم. أهلا بك، تفضل. الأستاذ كريم يقول إن الدين المسيحي لا يؤمر بالقتال، وأنا أحب أقول للأستاذ كريم الإيراني هذا الكتاب المقدس تبعكم يحدثنا الكتاب المقدس، وهو كتاب المحبة، كتاب الأخوة المسيحيين، وأنه يبين الأوامر المنسوبة لله تعالى والتي تبين شروط القتل والحصار وأخذ السبايا، وتبين وجوب قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحتى الحيوان، كما تبين القصص التي حدثت وكيف شقوا بطون الحوامل، ذلك بأمر الرب على حد زعمكم إله المحبة. وسنعرض النصوص بدون زيادة ولا نقصان، فلقد جاء في سفر التثنية الإصحاح رقم 20 الآية 16، فيقول النص ما يلي، اسمع يا أستاذ كريم، يقول وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ماء. وسفر حسقيال الإصحاح التاسع الآية رقم 6 يقول الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقتربوا من إنسان عليه السمنة، وابتدؤوا من مقدسي، فابتدؤوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت. وجاء الشاهد واضح أخونا عدي، شكرا لأنك جبت الشاهد. هيردوا الآن، هيرد الأخ كريم وبعدين الدكتور سيلا هيردوا على حضرتك بشأن هذا النص اللي أحضرته لنا في سفر التثنية. أخي كريم تفضل. للأسف الشديد فهم أخونا عدي وأخونا خالد واحد، الاثنين من خلفية إسلامية، فهمهم للكتاب المقدس قاصر جدا. يرجع إلى سفر التثنية اللي كان في هناك عهد وكان شريعة، وكانت هذه الشعوب على يدينونه، الله يدين الشعب. الآن الله كيف يدين؟ هو حر كيف يدين، ولكن هل في أمر إنهم إذا ما آمنوا باليهودية يموتون؟ لا يوجد. هل هناك أمر تخير بين جزية أم يهودية أم يموتون؟ لا يوجد. هذه دينونة من الله كالشعوب، كما عندك وهي موجودة عندك في الكتاب، في قرآنك هاي موجودة، يعني هاي في قرآنك قصة لوط، هي نفس قصة لوط أنت تقرأها لي في الكتاب المقدس اللي هي مسروقة من الكتاب المقدس. إذا أنت تدين شيء هو موجود في كتابك، كيف تدين هذا الشيء وهي موجودة قصة لوط؟ إيش اللي الله عمل مع لوط؟ اللي الله عمله مع لوط واللي أنت تقرأه حاليا من كتاب المقدس، ولكن بتغيير بعض الأسماء، لأن الإسلام لازم يغير بعض الأسماء علشان يفهمك إياها بطريقة إسلامية. فأنت ترجع للعهد القديم، المسيح جاء بالعهد الجديد، قال جئت ليكون لكم الحياة ويكون لكم الأفضل. في العهد الجديد المسيح لم يأمر بالسيف ولم يأمر بالقتال، وفي العهد القديم في نبوات وفي دينونة في سبع شعوب معينة، فالسبع شعوب معينة لا تطرقها على كل الأمور، ولكن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ومحمد جاء بالقتال. وعندك أنت كأخ شيعي، الإسلام غام بأموال خديجة والسيف علي، يعني الإسلام غايم على السيف وغايم على القتال، لم يقوم الإسلام إلا بسيف علي، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. فالمسيحية لا يوجد بها هذا الشيء يا أخونا عدي، أغرأ المسيحية بنظارة مسيحية، انزع النظارة الإسلامية وأغرأ بنظارة مسيحية، المسيحية ما فيها غير المحبة والسلام بس. شكرا أخي كريم. قبل أن ننتقل الآن سريعا للدكتور سيلا للرد، الأحباء المشاهدين الخطوط مفتوحة الآن، بنرحب بكم، تصلوا بنا، الأرقام متاحة أينما كنتم بتشاهدونا، اكتب تعليقك على الفيسبوك أو سؤالك أو رأيك في هذا الموضوع، بنرحب
بالجميع. شكرا للدكتور سيلا، تفضل ميكروفون معك. شكرا اخت نوال، بس ملاحظه صغيره لخي عدي، اذا ممكن خي عدي مثل ما تفضل خي وشرح ايضا الايجابي، الله في سفر التكوين بيتكلم مع ابراهيم وبيخبره شو بده يصير، مش لمئة سنه لكن بيخبره لمئات السنين، وبيقول له باصحاح 15 بيقول له فقال لابراهيم، الله هو الذي يتكلم، فقال لابراهيم اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. وهذا صار مع الشعب اليهودي لما نزلوا لمصر واستعبدوا هناك، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا الله يتكلم أدينها، الله لحدين، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. لما الله أمر بتأديب الشعوب عن يد موسى وعن يد يشوع، كان هذا تأديب إلهي، كان في ذنوب لهذه الشعوب والله أراد أن يؤدبها. لكن رسالة المسيح، نحن مسيحيين ولسنا يهود، نحن مسيحيين ونتبع المسيح، والمسيح علمنا، وعليك أنت أيضا أن تتبع المسيح وتعليم المسيح، وأنت عليك أن تطيع كلام المسيح، أنت عليك أن تطيع كلام المسيح الذي قال لك أحب أعداءكم. هل المسلم بحب العدو تبعه؟ أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم. إذا يا أخي المسلم حدا لعنك، هل تباركه؟ هل تطيع كلام المسيح؟ أحسنوا إلى مبغضيكم، إذا حدا أبغضك هل تحسن إليه؟ هذا تعليم المسيح الذي هو أسمى بما لا يقارن بتعليم نبي الإسلام محمد. المسيح جاء بالسلام، وإن تبعت المسيح سيأتيك السيف لأنه لا محال. شكرا دكتور سيلا. معنا الآن عدة اتصالات، نعود مرة أخرى. معنا من الأردن الأخ ماجد عاد معنا، تفضل أخ ماجد. لو سمحتي للأستاذ كريم، تفضل. لو سمحتي للأستاذ كريم، الأستاذ كريم يستشهد بآيات من القرآن، يستشهد بأحاديث مدسوسة، هذه ليست أحاديث يا أستاذ كريم، هذه أحاديث وضعها بعض أعداء الله، أعداء الإسلام، والقرآن واضح جدا، لأن الله عز وجل بيقول لك في سورة آل عمران، شايف الآية 159، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما رأيك في هذه الآية يا أستاذ كريم؟ أما أنت خليك أخ ماجد، الأخ كريم سمعك وهيرد على الكلام بتاعك دلوقتي، تفضل أخ كريم للرد. طيب شكرا لك أخ نوال، وشكرا لأخونا ماجد لاتصالك. أنا لا أرد عليك من أفكار يا أخونا ماجد، سلايت رقم 3 هو يرد عليك، نفس سلايت رقم 3 يرد عليك في سورة التوبة والآية 5. سورة التوبة والآية 5 اتفق المفسرين نسخة 124 آية من القرآن. سورة التوبة تبدأ براء من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين، الله ورسوله تبرأ من العهود كلها اللي تتكلم بها، لكم دينكم ولي دين، ما الأمور اللي يتكلم بها كثيرة جدا، كثير أمور التسامح كلها الله تبرأ منها. هو نفسه يقول براء من الله ورسوله في مطلع سورة التوبة الآية 1، براء من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين، ما في بعد عهد بين الإسلام وبين المشركين. في آية 5 يقول إذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم في كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فاخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تفسير ابن كثير شيخ المفسرين، مفسرينك يقولون هذا، إذا هذا مدسوس على الإسلام من مفسرينك راجع مفسرينك، ليش تراجعني أنا؟ أنا ليس مسلم، أنا أقرأ المفسرين المعتمدين،
الطبري القرطبي ابن كثير الجلاليين المعتمدين عند المسلمين، جميع الأمة الإسلامية السنية تمشي على هذه التفاسير. يقول غالى علي بن أبي طالب بعث النبي بأربع أسياف، أربع سيوف عند محمد، سيف على المشركين العرب، والسيف الثاني على قتال أهل الكتاب المسيحيين أو اليهود، والسيف الثالث على قتل المنافقين، والسيف الرابع على الباغين، والباغين هم المسلمين. إذا طائفتين من المسلمين اقتتلوا فقاتل الباغين، الباغين هم المسلمين. فهذا ما يقوله مفسرين. كذا كان مدسوس على الإسلام، لماذا موجود في كتبك حاليا؟ لماذا ما تطلع يعني تظاهرات تقول هذه ليس من الإسلام وأنا عندي إسلام جديد؟ أمرت أنا قاتل الناس، موجود في أربع كتب، البخاري ومسلم ومسند أحمد وأبو داود، في أربع كتب، أربعة في أربع كتب وصحيح. فحديثك صحيح هذا، فإذا حديث هذا صحيح تقول لا ولا غير صحيح. أنا ما بعرف كيف تصلي الصبح ركعتين، حسب البخاري تصلي الصبح ركعتين، حسب البخاري محمد قال أجيت أقاتل الناس حتى يشهدوني رسول الله، نفسه هو نفس الكتاب. كيف تأخذ منه اللي يعجبك واللي ما يعجبك تتركه؟ هذا دينك وانت حرفي، ولكن هذه كتبك يا أخونا ماجد، أنا لم أتي بشيء من عندي. أخ ماجد هل ما زلت معنا على التليفون؟ يا أستاذ كريم، الإسلام ليس متوقف على البخاري وعلى الإمام مسلم وعلى ابن حجر ولا أي إنسان آخر. الإسلام يحق لأي مسلم أن يقرأ القرآن ويحاول استيعابه، لأن الله عز وجل قال في القرآن والذين يتدبرون الكتاب. الإسلام ليس متوقف على البخاري، ما البخاري وابن حجر والإمام مسلم. يا أخونا ماجد اسمح لي، الإسلام متوقف على البخاري ونص كمان، الإسلام متوقف على البخاري. كيف تصلي الصبح ركعتين؟ لا يوجد في القرآن الصبح صلاة ركعتين، منين تصلي ركعتين؟ الظهر أربع ركعات منين جبتها؟ العصر أربع ركعات منين جبتها؟ المغرب ثلاث ركعات منين جبتها؟ العشاء أربع ركعات، مش موجودة بالقرآن يا أخونا ماجد. مناسك الحج غير موجودة في القرآن. القرآن يقول ما أتاكم به الرسول خذوه وما نهاكم عنه انتهوا. اللي أتانا به الرسول البخاري ومسلم، أحاديث الرسول، متوقف الإسلام منها. أول ركن الإسلام الصلاة، الصلاة غير موجودة في القرآن. تأخذ صلاتك من البخاري، لما نفس البخاري يقول لك قاتل المشركين تقول لا، ليس متوقف على البخاري. فهي مشكلتك، ليس مشكلتي يا أخونا ماجد. يا أستاذ كريم، الآية أنت قرأتها ما أتاكم الرسول فخذوه، هذه ليست إلا تشمل فقط الإفاعة، وهي ما أفاعها الله على رسوله والمؤمنين، الإفاعة، وليست تعني ما أنت فاهمه. لأن هناك كلمات كثيرة في القرآن حتى القديمين لم يفسروها ولم يعرفوها. حتى بدي أسألك سؤال، أنت كإنسان كنت مسلم، ماذا تعني كلمة اقرأ في القرآن؟ إذا كنت مسلم صحيح. أخ ماجد، أخ ماجد، إحنا بنرحب بيك دايما، تعلم مدى اعتزازنا بحضرتك، بس الموضوع نرجع به مرة تانية. إحنا خرجنا وتشعبنا في موضوعات كثيرة بتغطيها حلقات تانية وربما حلقات قادمة، لكن احنا موضوعنا هو خدعوك فقالوا ان المسيح جاء ليلقي سيفا. تشعبنا على امور كثيرة، لو عندك سؤال بصدد هذا الموضوع او اذا كان مسيح جه حرض على حرب او اي امر من هذه الامور، احنا بنرحب بيك دايما، بنشكرك، تعلم مدى اعتزازنا بحضرتك. قبل أن أنتقل، أنا بس في هنا جاني تعقيب على حديث الدكتور سيلا بشأن محبة الأعداء، لكن معنا اتصال الآن، معنا أم نور على التليفون. تفضلي أم نور، أهلا بك. سلام المسيح أخت نوال وضيوفك الكل. أوكي، أولا محبة المسيح واضحة، ما تحتاج أنه نوضحها أكثر. الكتاب المقدس الإنجيل موضح محبة المسيح والفداء. أوكي، بالنسبة للأخ أدي يعني ذكر من العراق الكتاب المقدس من قتل، هو يوضح لك، يقول لك ما تفعله يفعل بك، وهو ليس تشريع الآن يطبق مجرد للتاريخ. والكتاب المقدس صادق وواضح، سجل التاريخ بكل حذافيره. أما بالنسبة لسؤالي للأخوة المسلمين، لماذا يحتاجون الكتاب المقدس لتبرير أفعال محمد وما فعله من قتل واغتصاب؟
لماذا يحتاجون يفتشون بالكتاب المقدس حتى يبررون أفعال محمد؟ إذا ممكن الإجابة. وشكرا ليكي أختنا أم نور. معنا من العراق اتصال من الأخ هشام. أخ هشام العراق أهلا بيك. مرحبا بيك. مساء الخير. أهلا مساء الخير أهلا بيك. أول الكريم قال هو الذي أسرى بعبده وليس بعبده، أي وحدة. إن وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فاصلحوا بين أخويكم، هذه ثانية. أما بالنسبة للمسيح والحروب اللي صارت، ما أقول الحروب اللي صارت مع المسلمين، لكن الحروب اللي شنها المسيحيون عن المسيحيين، حروب الأربعين سنة، حروب الثلاثين سنة، حروب الألف المية سنة الأولى، حروب المية سنة الثانية، حروب كثيرة شنها المسيحيين عن المسيحيين، وليس المسلمين عن المسيحيين. حروب اللي شنوه المسيحيين على البلاد الإسلامية كثيرة. فأين سلام المسيح؟ أي مسيح اللي السلام كان جاء المسيح فيه؟ هتقول لي فدر يفتهم. المسيح قتل 100,000 نسمة في هيروشيما. المسيح سلام المسيح اللي غزا العراق وقتل 3 ملايين واحد من العراقيين. المسيح سلام المسيح اللي غزا الجزائر وقتل 1,000,000 شهيد من الجزائر. المسيح سلام المسيح اللي قتل في أمريكا على ملايين الجنود الحمر. الفكرة وصلت أخ هشام، ربي باركك، شكرا جزيلا لاتصالك. خلينا نسمع هذا الرد على الأخ هشام من الدكتور سيلة، ثم ننتقل بعد الدكتور سيلة للأخ جهاد. دكتور سيلة تفضل للتعقيب على الأخ هشام. بس بدي أقول شيء بسيط مشان الأخ هشام. بعتقد خي هشام من العراق عم تخلط بين دولة وبين تعليم المسيح الرب يسوع المسيح لأتباعه، لكل من يريد أن يؤمن به. عم تخلط شيئين يا خي بكل أسف. ما فيناش نخلط شو بتعمله الدولة في حرب أو كان عندها حق أو من غير حق، لكن لم تأتي دولة لا أمريكا ولا غيرها باسم المسيح وتحارب في العراق. لكن ما تفعله داعش هو باسم الإسلام، وما يفعله المسلمون هو باسم الإسلام، وهذا خلط بين شيئين يا خيي. المسيح ما علمني اكرهك، علمني حبك. المسيح ما علمني ابغضك، المسيح علمني سامحك. المسيح علمني باركك لما تلعني، وأنا تابع أقوال المسيح. وليس هناك مقارنة بين أي نبي إن كان في العهد القديم أو جاء بعد المسيح والمسيح، فالمسيح فاقهم جميعا، لأنه هو الذي جاء من فوق وكل الأنبياء جاءوا من تحت. فرق كبير، وصلاتي أنه تعرف المسيح وتتبع المسيح. شكرا دكتور سيلة. قس جهاد تفضل للتعقيب. شكرا أخ نوال. الحقيقة خليني نكون صريح مع كل المشاهدين، لا يوجد حرب بين كيانين من دون سلاح. كل الحروب في العالم تستخدم السلاح ضد الأعداء. في الماضي السلاح كان سيف، اليوم السلاح ممكن قنبلة نووي، ممكن يكون طيارة بقنابل. فالسيف اليوم لا يعتبر كسلاح للحرب. والمسيح لما جاء على الأرض سئل فشو جايب المسيح؟ قال المملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكانوا أتباعي يدافعون عني. ولذلك لابد للإنسان العاقل أن يدرك بأن المسيحية هي في حرب. نعم نحن في حرب، لكن ليست مع لحم ودم، ليست مع بشر. لكن يقول في أفسس بأن مصارعتنا حربنا ليست مع دم ولحم، لكن مع أجناد الشر الروحية في السماويات. فنحن حروبنا وحربنا روحية وليست جسدية. وهذه الحرب لها سلاح. نعم نحن مسلحين ضد أعداء الشر، ضد إبليس بكلمة الله. فالكلمة هي سيفنا، والكلمة هي سلاحنا، وكلمة الله هي دفاعنا.
فنحن نستطيع أن ندعث ونبيد إبليس بكلمة الله باسم يسوع المسيح الحي. أنا أأمرك يا إبليس أن تخضع للمسيح الآن باسم المسيح. ولذلك هذه الحرب التي نحن نحياها الآن على الأرض هي حرب روحية وليست جسدية، وسلاحنا هو كلمة الله، هو سيفنا. فلابد القارئ ولابد المشاهد ولابد المستمع أن والمسلم خصوصا أن يعلم بأنك لا تستطيع أن تفتك بإبليس برمي حجارة عليه في مكة. هذه ليست طريقة للقضاء على إبليس. أنت وأنا نريد من هو أقوى من إبليس الشيطان اللعين، والحجارة لن تفتك به، والسيف لن يفتك به، والقنابل النووية لن تفتك به. نحن علينا بالشخص الحي يسوع الذي يقول عنه الكتاب المقدس في عبرانيين 4:2-14 يقول: فإذ قد تشارك الأولاد باللحم والدم تشارك هو أيضا فيهما. اسمع ماذا يقول: ليبيد بالموت الذي له سلطان الموت، أي إبليس. جاء للمسيح إنسان يقول أنه عنده عبد وابنه مريض، ماذا قال للمسيح؟ قال: قل كلمة يا سيد فيبرأ غلامي. هذا هو السلاح الذي بين أيدينا الآن، وهذا هو السلاح الذي يدين البشرية كلها، كلمة الله. فهل أنت متسلح صديق المشاهد بكلمة الله الذي هو سيف الله؟ لك الإجابة على هذا السؤال صديق المشاهد. ينقص جهاد الأحباء المشاهدين، ما زلنا معكم، ما زال هناك بقية في الوقت، الخطوط مفتوحة، يسعد دائما تواصلكم أحبائنا المشاهدين. الأرقام باستمرار موجودة للاتصال بنا من خلال الاستوديو أو كتابة سؤالك أو تعليقك على الفيسبوك معنوان الحلقة: خدعوك فقالوا أن المسيح جاء ليلقي سيفا لا سلاما. ما زلنا نواصل مع الدكتور سيلا، مع القس جهاد، ومع الأخ كريم الإيراني هذه الحلقة. ابقوا معنا، فاصل ونعود حالا. ما بين الشريعة والنعمة. إننا نؤمن بأن عيسى نبي رسول من أولي العزم الخمس، لكن لا نعرف يسوع عن هذا. من بدل دينه فاقتلوه، إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل. ترقبوا يوم الجمعة 19 من يناير كانون الثاني لعام 2018، وذلك في تمام الساعة 12 بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق، مع الدكتور باسم غوريال، القس جهاد كوبي، والأخ كريم الإيراني عزيزي المشاهد، بين يديك الآن تطبيق الآرامية في ثوبه الجديد لتشاهد جميع قنوات شبكة البث الآرامي بلغاتها وقنواتها المتعددة. يمكنك أن تقوم بتحميل التطبيق الجديد ABN SAT. ستجد أمامك مجموعات مختلفة متنوعة للقنوات: مجموعة القنوات الإنجليزية ب18 قناة، مجموعة القنوات العربية ذات 31 قناة، 5 قنوات للتسبيح والترنيم، 5 قنوات للتلمذة. نصلي أن يكون هذا العمل سبب بركة لحياة الكثيرين. تابعوا هذه الحلقة المتميزة من برنامج ما بين الشريعة والنعمة، مع اختبار العبور من الظلمة إلى النور للأخ سعد العبيدي، القيادي البارز والضابط في الجيش العراقي سابقاً، يوم الجمعة 19 يناير كانون الثاني لعام 2018 في تمام 12 ظهراً بتوقيت شرق أمريكا، 8 مساء بتوقيت العراق، مع ضيوف الحلقة: الأخ كريم الإيراني، الأخ إسماعيل نمر، الأخ جهاد كوبي، والأخ باسم كوريال. عنوان هذه الحلقة من برنامج ما بين الشريعة والنعمة هو قوة الملكوت لتدمير الجبروت. لأي سؤال أو استفسار رجاء الاتصال بالرقم 248-416-1300 أو زيارة موقع الآرامية absad.com. سعداء نعود معكم ونلتقي من جديد لنواصل هذه الحلقة من برنامجكم خدعوك فقالوا أن المسيح جاء ليلقي سيفا. أمور كثيرة تحتاج إلى الإيضاح،
نشكر أحبائنا الضيوف وكل المتصلين اللي اتصلوا في الفترة في خلال بداية البرنامج وحتى الآن، ما زالت خطوطنا مفتوحة. أحبائنا المشاهدين، لو لديك أي سؤال أو أي استفسار أو أي لبس في الموضوع، لو أي شخص من الأحباء المتكلمين الضيوف لم يكن واضح في عباراته وفي شرحه بصدد هذا الموضوع وهذه الجزئية، ارفع سماعة التليفون لتعليقك أو لسؤالك، يسعدنا أن نتواصل معك على الاتصال أينما كنت. الرب يبارككم. من جديد هنعود مع الدكتور سيلا، مع الأخ كريم الإيراني، مع القس جهاد. نشكر الرب من أجل لقائنا مع الدكتور، مع القس جورج حسني، بنشكره وهو اضطر إلى أنه يترك هذه الحلقة لموعد خاص. ونواصل معكم الآن كما قلنا، يسعدنا تواصلكم واتصالكم بينا. جاءني هذا التعقيب على كلام حضرتك دكتور سيلا. دكتور سيلا، حضرتك قلت المسيح قال أحبوا أعدائكم وما إلى هذه من الأمور السامية التي يؤمن بها، نؤمن بها نحن كمسيحيون، لكن تعقيب هذا الأخ المسلم قال كلمة أحبوا أعدائكم ضد الفطرة الصحيحة للإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يحب عدوه أبدا. ما معنى قول أحبوا أعدائكم؟ هل تحبون الشيطان؟ ما معنى لا تقاوم الشر؟ يعني أترك الشر إذا رأيته وأسهب، أتركه وأروح لحالي، أليس لي أن أقاوم؟ التعليق ليك دكتور سيلا، تفضل. شكرا. أكيد إحنا ما منحب الشيطان، لأنه الشيطان هو عدو لله، مثل ما قال الرب يسوع ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. فنحن لا نحب الشيطان، وكل من يحب الشيطان لا يحب الله. بدك تختار أنت مين بدك تحب. لكن هناك أشخاص بتعاديني لألي أنا، بتتعدى علي. الرب يسوع ما علمني أنه عاملها سن بسن وعين بعين، لكن عاملها بالمحبة. والكلمات اللي بعتقد قلتها خيي بالتعقيب اللي بعدته الرب رسول بولس برسالته لرومية وإصحاح 10، بيقول هالكلمات بإصحاح 10، بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر، بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر، لكن إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمرة نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. هيدا التعليم الكتاب المقدس. ففعلا لما أنا بدل ما عاملك بنفس الطريقة اللي أنت بتعاملني فيها العداء والشر، لما أنا بعاملك بمحبة المسيح، وأنا بدي أقول أنا بحاجة لقوة المسيح وعمل الله في حياتي حتى أقدر قابل الشر بالخير وقابل البغضة بالمحبة، أنا بحاجة لقوة إلهية، وما بيقدر الإنسان الطبيعي أنه يعملها بدون قوة من الله. ساعتها أنا موقفي تجاهك الله بيتعامل معك بهالطريقة، وبتصير تتساءل ليش هالإنسان اللي أنا عم بوجه له العداء، وجه له البغضة، عم بيعاملني بالمحبة. الله بيكسر قلبك بمحبتي، من خلال محبتي لإلك، وهيدا عمل الله، وهيدي وصية الله لإلي أنا. والله إذا أنت ما رجعت تغيرت، أو ما الإنسان تغير، الله لح يبارك حياتي، لأنه أنا عشت تعليم المسيح وأطعت كلمات المسيح. فنحن لا نحب الشيطان، لأنه الله الشيطان هو عدو، نحن نحب الله ونحن فعلا نسير وراء الله. لكن أنا مسؤوليتي لما شخص بيعاديني أنه عامله بمحبة، هذا التعليم الكتاب المقدس. وأيضا أنا كمسؤول أن أطيع كلمة الله. فإذا مستعد حب عدوي، قديش أنا بحب الأخ اللي بحبني، وقديش مستعد موت من شانه، من شان محبته لإلي. شكرا جزيلا دكتور سيلا. نعود الآن، نواصل في سياق هذا الحديث وهذه الحلقة، خطوط مفتوحة. أحبائنا المشاهدين، بنرحب باتصالاتكم أينما كنتم في أي قارة في العالم. نحن نتواصل معكم في شمال أمريكا، في أستراليا، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا،
وكثير يشاهدون من خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك. وإحنا الآن معنا اتصال، ناخد الآن اتصال معنا. معنا اتصال الآن. معنا أختنا سوسو. تفضلي، أهلا بك. سلام الرب معاكم. سلام الرب معاكم. سلام الرب معاكي، أهلا بيكي. حضرتكم بتتكلموا على السلاح. عند يسوع المسيح ما عندناش سلاح. إحنا دين سلام، مش دين سلام، ما عندناش حتى دين. المسلمين عمرهم مش عايزين يحترفوا أبداً إن هم عندهم غلط. الرب يسوع المسيح جه بالبداية وهو قادر يعمل كل شيء، هو قادر على كل شيء. إنما دلوقتي هم بيقولوا إن المسيح كان مسلم وكل الأنبياء مسلمين، كل الناس كانوا مسلمين. ده ما ينفعش الكلام ده. ليه ناقوا كلكم وناقوا حياتكم؟ وأعمى يكون أعمى يسكتان الاثنين في حفرة. لازم الناس تفتح عيونها شوية. وهم لو كانوش يبقوا دين ودولة، هم عاوزين دايما دين ودولة. ما ينفعش دين ودولة. عاوزين يبقوا يا دين يا دولة، لا دين ودولة. وأعمى يكد أعمى يسكتان الاثنين في حفرة. ولازم الاثنين لازم يصحوا شوية ويشوفوا الحروب. الدنيا كلها محروبة، كل الدنيا حروب وكل الناس بتموت وكل نار نار في الأرض من المسلمين. والقرآن فوقوا شوية يا جماعة. طيب شكراً جزيلاً لمداخلتك. خطوطنا مفتوحة أحبائنا المشاهدين، ما زال هناك بقية في الوقت، ولو أنه ليس وقت كثير، لكن لو عندك أي سؤال أو أي تعليق أو أي تعقيب عن إذا كان المسيح فعلا جاء ليلقي سلاما وليس سيفا، هل أنت لديك شك في هذا الأمر؟ هل هناك نصوص أخرى تخالف هذا الموضوع؟ ربما الأحباء أيضا جالنا تعقيب هذا للأخ كريم الإيراني، يقول أنا برأيي أن المسيحية والإسلام متساوون في الدعوة إلى القتال وحمل السيف لنشر الدين. بيقول وجه هذا التعليق والتعقيب للأخ كريم الإيراني. أخ كريم الإيراني تفضل. شكرا لك أخ نوال، رب يباركك، وشكرا لأخونا السائل. الإسلام جاء بالسيف لنشر الإسلام، هذا موجود في النصوص الإسلامية وموجود في الآيات القرآنية، ولكن المسيح لا يحتاج إلى سيف لنشر تعاليم المسيح. سيد المسيح وصى التلاميذ خذوا الإنجيل واكرزوا للخليقة كلها، اللي يقبل يقبل والما يقبل ما يقبل. ولكن محمد في المقابل قال لهم، يقول إذا بعث جيش أو سرية أو صاحب بتقوى خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، وقال إذا لغيت عدوك من المشركين فخيره بين ثلاثة، الإسلام أو القتال أو الجزية. هذه وصايا محمد اللي هي مشهورة عند الأحباء المسلمين. ولكن المسيح لا يصيب هذا الشيء. ولا خير بمبشر، أقول لك يا يعني لا خير بمبشر يجبر شخص يعتنق المسيحية. إجبار شخص يعتنق المسيحية هو ذاهب للهلاك. الشخص اللي يقبل المسيحية بالغصب والقوة ليس له نصيب مع المسيح، لأن الكتاب المقدس يقول الله محبة. اللي ما عنده محبة في قلبه لا يعرف الله لأن الله محبة، واللي عنده محبة في قلبه يعرف الله لأن الله محبة. فالكتاب المقدس يدعو إلى المحبة والتسامح، لا يدعو إلى قتل ويدعو إلى قتال. ولا يوجد نص في كل الكتاب المقدس يقول افرضوا الإيمان المسيحي على الناس بالقوة. وإذا كان يعني بمفهومك هذا الناس يعني تفرض، لا يوجد، لأن لم نرى يعني ولا رأينا مرة يعني في كل التاريخ، رأينا مرة يعني من أحد الحروب اللي ما تسميها الصليبية وغيرها، لم يجبرون حد على اعتناق المسيحية أبدا ولا مرة، ولا يعني ولا توجد آية في الكتاب المقدس. فكيف تقول هذا وهو غير موجود في كتابنا؟ والرب يسوع المسيح أوصانا بشيء مخالف لكلامه. ولكن الإسلام، نعم الإسلام لنشر الدعوة هو بالسيف، يعني والصحابة من بعدهم يعني الخلفاء العباسيين
والخلفاء الراشدين الأربعة، ومن بعده الخلافة الأموية، ومن بعده أبو بكر البغدادي وبن لادن وداعش والقاعدة، كلها تدعي باسم الإسلام، ومن لا يقبل الإسلام يموت، وهذه هي رسالة محمد. ولكن رسالة المسيحية الآن شو المبشرين في كل جميع في كل أنحاء العالم، في العراق موجودين، في إيران موجودين، يكرزون بالكلمة، تقبل تقبل ما تقبل أنت حر، ولك الاختيار ما تشاء، ولكن لك أن تتذكر يوجد طريق واحد للخلاص وهو الرب يسوع المسيح، لأنه هو غير عن نفسه، أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. فالإيمان بالمسيحية هي حياة أبدية وليس دعوة بالسيف. ربي يباركك أخ كريم، هنعود مع حضرتك في الدقائق القادمة. معنا اتصال محمود من العراق. محمود من العراق، أهلا بك، تفضل. سلام المسيح معاكم أختي العزيزة. سلام المسيح معك أخي محمود، أهلا بك. ربنا يبارككم، يبارك البرنامج تبعكم. بصراحة عندي سؤال لكل المسلمين، بس بدي أسألهم، هلا الحرب وين موجودة؟ مو بالشرق الأوسط كاملة ويدعون بالسيف ولدين الإسلام؟ هذا هو السؤال اللي أي واحد يجي ويقول المسيح حمل سيفا. وين المسيح اللي حمل المحبة؟ وين المسلمين والنبي تبعهم اللي حملوا السيف من وراه والخلفاء الراشدين ولهلا لحتى يومنا هذا، أنه موجود السيف ويقطعوا رؤوس العالم والبشر والأطفال باسم الله؟ ما هذا هو الدين الذي يقول أنه المسيح هو حامل السيف؟ من الذي يقول هذا؟ هذا هو سؤال لكل المسلمين. وشوفوا بكل العالم الموجود اللي بيه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجود فيه السيف، موجود فيه قطع الرؤوس، فيه موجود الدم. أنا هذا سؤالي للأخوة المشاهدين، ومع احترامي للمسلمين اللي هلا اللي عم يحاولوا إنه يغضوا النظر عن الموضوع اللي أنتوا فيه. وشكرا. شكرا جزيلا أخي محمود. نأخذ أيضا من العراق، من معنا أم بيتر، أهلا بك يا أم بيتر. طب يبدو الاتصال انقطع مع أختنا أم بيتر. عود إلى تعليق القس جهاد. قس جهاد تفضل. نعم شكرا دوال. الحقيقة هناك التباس في استخدام لفظ محبة. المحبة المشروطة تموت في تغيير الشروط. يعني إذا في إنسان بحب إنساني لأنه جميلي، إذا كان تغير جمالها المحبة هيدي بتموت بتضيع. فالمحبة المبنية على شروط هيدي المحبة ثاني، لكن المحبة المعلنة في الكتاب المقدس هي محبة غير مشروطة. ولذلك إذا إنسان بحب إنسان بدون شروط هيدي المحبة تبقى إلى الأبد. والكتاب المقدس بيتكلم إعلانات رائعة جدا عن محبة الله. بما أنه العهد الجديد دون باليونانية، في ثلاث أنواع من المحبة مترجمة محبة بالعربي: محبة الله وهي الأجابي، المحبة الإنسانية وهي فيليو، والمحبة الشهوانية اللي هي إيروس. الكتاب المقدس عم بيتكلم عن محبة الله الأجابي. لما سأل المسيح بطرس بيوحنا 20 قال له أتحبني؟ بطرس قال له نعم يا رب أحبك. سأله مرة تانية قال له أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنا أحبك. سأله مرة تالتة بطرس هون زعل وما ما ما جاوب نفسه، قال له أنت تعلم يا رب أني أحبك. فهون القارئ لهذا النص قد يكون هناك عدم إدراك إنه المسيح لما استخدم باليوناني أتحبني سأل بطرس أتحبني كما تحب الله أغابي؟ جاوب بطرس قال له أنا بحبك محبة إنسانية عايفة لا يجو. سأل السؤال مرتين يا بطرس أتحبني كما تحب الله؟ وبطرس من رجعية يهودية، محبة الله مستفردة بالخالق، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك. السؤال الثالث المسيح تنازل من أغابي لفليو، سأل بطرس قال له يا بطرس أحقا أنت بتحبني محبة إنسانية فليو مين؟ هون بطرس انبهت لأنه عرف قلب المسيح، عرف قلب بطرس، قال له إذن ارعى خرافي.
وهيدي هون المحبة اللي نحن عم نتكلم فيها بالكتاب المقدس، محبة غير مشروطة. لما أنا بدي أحط شروط أني أعطي محبتي لإنسان، هيدي محبة أنانية، هيدي محبة ليست محبة الله. ليش؟ لأن أنا بحبك لأنك أنت بتحبني. والمسيح شو قال؟ قال إذا كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. يعني أنت إذا بتحبني مثل ما أنا بحبك يعني ما استفدنا شيء. لكن إذا أنا بحبك رغم عدم كفاءتك أني أحبك، هون المحبة السامية التي لا تموت. لأن إذا تغيرت الشروط المحبة ضلت، هناك المحبة الإلهية. الله أحبنا ورغم أننا لا نحب، كنا خطاط، كنا ميتين، الله أحبنا. وهيدي أعظم إعلان المحبة بالخليقة، لا توجد في الإسلام، لا توجد في أي دين آخر. لأنه المسيح شو قالنا؟ قالنا ليس حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه. والمسيح وضع نفسه من أجل أعدائه، مش بس من أجل أحبائه. فيا أحبة مشاهدين الأرامية، البرنامج اليوم عم يتكلم عن سيف. والسيف هيدا اللي الإنسان القارئ اللي لا يعرف الكلام المقدس بيفكر بسيف من حديد، لا. لكن السيف هيدا هو إعلان بأنه حتى في العهد القديم شو بقولنا؟ بأن المحبة قوية كالموت. ولذلك لما سئل الإنسان على البرنامج هل تحب الشيطان، بدي أسألك حبيبي الغالي اللي سألت السؤال، أنت إذا عندك عزيز على قلبك مش بتعطيه أغلى ما عندك؟ تمام. إذا فعلا بتحبه؟ أمين. أنا بدي أسألك سؤال، ربي بارك. أنا كإنسان، شكرا جزيلا، عفوا للمقاطعة، نعود مع حضرتك تاني. ربي باركك قس جهادة، نعود ليك مرة تانية. معنا اتصال، معنا أم بيتر من العراق. سلام المسيح أخت نوال، مرحب بك يا أختي أم بيتر، أهلا وسهلا، وأحيي الضيوف الكرام. بالنسبة للسائل اللي قال كيف الواحد إنه يحب أعدائه، فأنا أقول له أنتم بالجوامع والمساجد مالتكم إنه يعني تغلطون علينا المغضوبين عليهم والضالين، احنا كلنا نعرف بانه انتم تبشرون علينا بهاي الدعاء او يعني الغلط مالتكم. فلقيت واحد من المسيحيين قال لكم ليش تقولون هيكي؟ لماذا تقولون هذا الكلام؟ لاننا لا نقاوم الشر بالشر، لانكم انتم الشريرين الموجودين بالعالم، وين ما يكون اكو مسلم يكون اكو شر ذاك المكان. وشكرا للسائل. الخطوط مفتوحة لأحباء المشاهدين، إذا كان باقي في دقائق في هذه الحلقة بنرحب بكم أينما كنتم، سعداء نلتقي معكم. إذا كنتم بتتواصلوا معنا من الشرق الأوسط أو من شمال أمريكا أو من أي مكان كنتم أو من أستراليا، الأحباء بنحييكم، ربي يبارككم. لكن هذا السؤال ربما يوجه الآن إلى الدكتور سيلا. دكتور سيلا، لماذا يسيء البعض عن قصد أو عن غير قصد استخدام كلمات المسيح، وهي هذه العبارة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، بينما هننتقل مع حضرتك الآن. بس قبل ما ننتقل لحضرتك ناخد اتصال معنا الدكتور عصام، تفضل، او الاخ عصام تفضل. ايوه مع حضرتك. اهلا بيك. مع حضرتك اختي نوال. تفضل نوال معاك. الو، اهلا بيك. سمعاني؟ سمعاك. انا طبعا انا مسلم ومحترم البرنامج بتاعكم تماما، وانا احب البرامج اللي هي فيها حوار، وكل الأساتذة الموجودين أساتذة أحترمهم جميعا وأحترم آرائهم. ويعني طبعا أؤمن بأن إن 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 كل واحد حسب اطلاعاته. هناك في فرق شاسع جدا بين استقبالك للتفسير لأي شيء في الوجود أو في الكتب أو في النصوص،
وبين ان الانسان يكون مثلا قادر على انه يوصل للتفسير السليم او التفسير الصح. فانا اعتبر ان الكتب السماويه سواء كتاب التوراه او الانجيل او القران كلها تدعو الى لانها من عند الله سبحانه وتعالى، وده شيء يعني ما هوش صعب على الله ولا يعجز الله انه ينزل 3 كتب و4 كتب و10 كتب، ولكن هم 3 كتب كما يكفي، لان كتاب التوراه كتاب يعني بيحدث فيه اليهود اصحاب الحياه الدنيويه الماديه، وكتاب المسيح الانجيل الذي يحدث فيه الله العباد على الروحانيات والعقلانيات وحب السلام وحب الناس وحب الخير، وكذلك كتاب القرآن إذا كان هو القرآن حسب طبعا اختلاف التفسير انه يجمع بين الاثنين، وهذا برضه ده شيء من الإعجاز لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر، لأن الإنسان ينقسم بين الماديات في حياته وبين الروحانيات في حياته. فالتوراة أو اليهودية دين مادي والإنجيل دين روحاني، فإن القرآن يجمع بين الاثنين. أنا كل اللي أنا عايز أقوله واللي هأكد فيه وأختم به كلامي إن حقيقي 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 أنا بحترمكم جدا جدا وبأقدركم جدا جدا وبأقدر نقاشكم جميعا، ولكن أنا عايز أقول كلمة واحدة هني بها حديثي، هي إني إذا كان الإنجيل والكتاب المقدس بالكامل أنا أحترمه وأوقره، وأنه يدعو إلى السلام وإلى المحبة ويدعو إلى كل شيء خير ولا أشك فيه في أي نص فيه، ولكن إذا كان بداية الكتاب هو تسمية الله بثلاث أسماء، منهم الأب ومنهم الابن، والأب والابن دول احنا هننتقل يعني الى منعطف اخر، هذا ليس موضوعنا. شكرا جزيلا، بنرحب بيك دائما معنا في على الأرامية. شكرا لمداخلتك، والتعقيب هيكون بالتاكيد للضيوف على كل ما تفضلت به. اخ عصام مجددا تواصل معنا باستمرار على البث المباشر على هذه البرامج، دقائق قليله باقيه في هذه الحلقه لمن يريد ان يضع تعقيب او اتصال أو يضع استفسار أو يضع أي شيء بخصوص هذا الأمر. لكن جدير بنا أن ننتقل للأخ كريم الإيراني الآن، قبل عفوا للدكتور سيلا هنعود لحضرتك، لكن بالتأكيد هناك تعليق من الأخ كريم الإيراني على مداخلة الأخ عصام من مصر. أخي كريم. شكرا أخت نوال، وأهلا بأخونا عصام، الرب يبارك حياتك أخونا عصام. أخ عصام يعني أخ محترم، ونهى كلامه يقول اني انا اؤمن بكل الكتب واؤمن بما جاء بالكتب. طيب اخ عصام، عندك في القران ايتين تقول يعني محمد يقول عن نفسه يجدوني عندهم مكتوب بالتوراة والانجيل، وانت تؤمن بالكتب كاملة وهي موجودة حاليا عند المسيحيين ولا يوجد بها اسم محمد، كيف تفسر هذا الامر؟ نحن عندنا كتاب واحد يا اخونا عصام، ولا نؤمن بكتب سماوية نزلت من السماء، كتاب مقدس، كتاب واحد كتب على الأرض، كتبوك ناس الله القديسين المصوغين بالروح القدس، يعني الله أوحى إلى رجال كتبوا لنا الكتاب المقدس، والكتاب المقدس يقول لا يأتي شخص من بعد المسيح قط. كل الأنبياء في العهد القديم تكلموا عن المسيح، وأتى المسيح على الصليب وقال اليوم غد أكمل، لا يوجد نبي يأتي من بعد المسيح. المسيح قال تزوج رجل واحد وأمرأة واحدة في العهد القديم موجودة، والمسيح يعني أحد على هذا الأمر. أتى محمد وقال انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، كيف يكون محمد من الله؟ المسيح قال لا تقتل، محمد قال اقتل، وقال أشياء كثيرة، وعندك 206 آيات تدعي إلى القتل، كيف يكون هذا من الله وهذا من الله؟ كيف يكون يعني هم من نفس الإله الحقيقي؟ المسيح قال لا تسرق، محمد قال اسرق، والغنائم هي سرق، يعني تسطع على مال ليس لك، فالغنائم كلها سرقة. عرفت كيف يا أخونا عصام؟ في أمور كثيرة محمد لم يحترمها ولم يجيل بها، هو أدعى أنه من سلالة الأنبياء، ولكن الأنبياء لم يتكلموا عن محمد ولم يعرفوا محمد، والرسالة السماوية هي ختمت بالمسيح، جاء المسيح الله ظهر بصورة إنسان وأعطى كل الخلاص للبشرية، وأتمنى أن يكون لك نصيب مع المسيح، أتمنى أنك تأتي للمسيح
وتقرأ الكتاب المقدس بتمعن وتفهم كلام المسيح. محمد ليس رسول من الله، محمد ادعى النبوة وهو لازم يبرهن لك أنه نبي من الله، فرض لك صيام وصلاة وأمور، يعني زي يكون من الله وزي ما في صيام وصلاة. ويا لم تأتي بالقرآن، بل أتت فيما بعد القرآن بمئة وستين سنة بما أتى بها البخاري ومسلم. فمحمد يبرهن لك أنه من الله، ولكن محمد ليس رسول من الله قط، ولا تتوفر به شرائط النبوة أطلاقا، لا تتوفر بمحمد. ولكن المسيح أتمم الخلاص على الصليب، وأتمنى أن يكون لك خلاص مع المسيح. شكرا جزيلا أخي كريم لأجل رسالتك هذه الختامية وردك على الأخ المتصل. ننتقل الآن إلى دكتور سيلا، من أجل ما هي رسالتك الأخيرة إلى المشاهد؟ عفوا دكتور سيلا، أشكر رب من أجلك ومن أجل صبرك ووقتك معنا، تفضل. قالوا بشكر جميع المتصلين، بس حابب كل شيء أنا قلت روميا 10 لكن هو روميا 12 من بعد دقائق، لكن الكلمة الأخيرة اللي حابب أقولها بسبب ضيق الوقت أنه، والسؤال هو شو قصد المسيح أن يقوله بهالكلمات اللي مذكورة في متى 10؟ إذا أنت بصفتك شخص تتبع المسيح أو تريد أن تتبع المسيح، كل شيء المسيح قصد يقوله هو أنه انتبه، احذر، إذا أحببت المسيح، إذا أردت أن تتبع المسيح، إذا دخل المسيح حياتك وغير حياتك، سيأتيك سيف، ستضطهد من العالم وحتى ستضطهد من أهلك ومن عشيرتك، ربما تظلم، ربما يسيئون إليك، ربما تسجن، الناس تقاطعك، رح يعاملوك معاملة سيئة، ربما يضربوك وتعذب، وربما أيضا أن تموت. هيدا اللي قصد المسيح أن يقوله، مش السيف الذي تكلم عنه المسيح، ليس سيف ترفع أنت، لكنه سيف يرفع عليك، سيرفعونه عليك. ومشان هيك قال المسيح، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. الشيء الثاني بسرعة، تذكر كلمات المسيح بنفس الإصحاح بمتى 10، بيقول المسيح ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. فخي وإختي، هنيئا لألك إذا بيدعوك المسيح تلميذ لإله، لأنه تألم قبلك وحتى واجه الموت قبلك وأنت الآن تتبع. الشيء الأخير اللي حابب أقوله، قصد المسيح أنه يقلك ما تخاف، لا تخاف، خليك ثابت في إيمانك. بإصحاح 10 وعدد 28 المسيح بقول هالكلمات، ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. فالسيف يرفع عليك لما بتريد أن تتبع المسيح، مش السيف اللي بترفعه أنت لكن السيف الذي يرفع عليك. تذكر كلمات المسيح، ليس التلميذ أفضل من معلمه، وبقول لك المسيح اثبت في إيمانك، ما تخاف. هيدا الكلمات اللي عم بيقولها المسيح تفسيرا لهيدي الآية، وهي من نفس الإصحاح، ما طلعناش خارج الإصحاح. والرب يبارككم يا أحبة، بشكر جميع إخوتي اللي اتصلوا، والفرصة اللي احنا نقدر نخبركم شيء من كلمة الله. شكرا جزيلا دكتور سيلا. كلمة ختامية من الأخ جهاد، لأن وقت البرنامج تجاوزناه. قس جهاد، كلمة ختامية سريعة، تفضل. شكرا نوال. الحقيقة أنا بحس كل مشاهد للأرامية أنه يطلب الله من كل قلبه، والرب موجود لكل إنسان عنده كلمة الله، والكتاب المقدس لابد أن يؤخذ بصدقية وبكل يعني جدية، وأنه ما تقرأ الكتاب المقدس مثل ما بتقرأ مثلا جريدة الأنهار ولا الأهرام. لابد أن الإنسان يدرك بأنه كلمة الله لا تعرف إلا من خلال تقبل الإنسان لهذه الكلمة، أنها من عند الله وليست مكتوبة على يد إنسان أو شخص مؤلف.
وهذا هو السر اللي الله بيقدمه لكل إنسان بالكتاب المقدس والصلاة لكل شخص بالآرامية عم يشاهد البرنامج اليوم يرجع يتابع البرنامج مرة تانية ويسمع كلمة الله شو بتقول لكل إنسان. وصلاتي أن الرب يبارك ويسدد كل احتياج لكل مشاهدي الآرامية بالعالم أجمع. لن أكرر شكري لكل الأحباء المتصلين اللي اتصلوا بينا، نعتز بكم دائما في كل حلقات الآرامية وهذا البرنامج خدعوك، فقالوا انتظرونا كل أسبوع في نفس الموعد. شكر جزيل من القلب للأحباء الضيوف الكرام دكتور سيلا رحال، القس جهاد، الأخ المحبوب الأخ كريم الإيراني، ربي يبارك الجميع، وأيضا شكرنا للقس جورج حسني اللي كان معنا في بداية هذه الحلقة. انتظرونا وحلقة قادمة من برنامجكم خدعوك فقالوا، نترككم في ملء البركة.